وهي العادة. ويك ويك عباد الله، ناري البنات، ناري ناري ناري، مصيبة من درجة الخطيرة جدا. الكبيدات ديالي والفنات ديالي معانا واحد القصة كتشيب الشعر ديال الراس. ويا خويتي هاد السيدة هادي اللي جات اليوم تعاود لينا القصة ديالها، لقات عند عجوزها شي حاجة اللي كتضر كتخلع بزاف ديال الحوايج. المهم الكبيدات ديالي راه كنظن من العنوان غادي تفهموا كلشي، ففقط جيماتكم كومونتيراتكم لهاد القصة اللي شاخده نار في الدار يا خويتي. المهم ما غاديش نطول عليكم، بغيت نذكركم انما الذكرى تنفع المؤمنين. دخلوا القصص امينه، حطيت لكم واحد الفيديو سبيسيال البنات، شاركت معكم واحد التويشيات ديالي انا، ما كاينه لا قصه ولا حكايه. غادي تلقاو الرابط ديال هذاك الفيديو في صندوق الوصف او في اول تعليق متبت، يا ربي نعقل ونحطه. ما تنساوش قصص امينه من الدم ديالكم والبارتاج، وعافاكم الا ما فعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حطيتها لكم. ثاني حاجه ما تنساوش سمع حكايتي رقم 2 اللي خاصه بكل قصه، الا جانا الجديد ديالها كنحطها لكم بالجديد، يعني كنعاود لكم القصه كامله ومن بعد كنحط لكم الجديد. الكبيدات ديالي اللي معايا وعارفيني، اختي امينه صافي صدعتينا، انا عارفني هذه القضيه وانا كنهضر مع الكبيدات ديالي اللي يلاه التحقوا القناه سمع حكايتي. مرحبا بكم في قصه عبره، كنحط لكم فيها كيد الرجال، حاطه لكم واحد الكيد داكشي حتى هو الى عقلت نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. يلا الكبيدات ديالي يجي منكم ونطير. صدعتي انا اختي امينه، ما عرفتش علاش كنحمق نهضر معكم في الاول، ما فهمتش وحق الله الا هذه باليافية. الا ما بغيتوش نبقى نهضر معكم في الاول قولوها لي في كومونتير، اه ولا لا بغيتوني نهضر هاني نهضر حتى الغدا. يلا تلقيناني صافي انا غاديه. يلا بسم الله على بركه الله. السلام عليكم، انا فدوى وفي العمر ديالي 31 سنه، واليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي مع عكوسي العقروشه اللي لقات عندها واحد الحاجه يا البنات والله العظيم الا حتى كتبرش اللحم. تصور عكوسي لقيت عندها واحد الحاجه اللي انا براسي انا وباقا صغيره وشابه وما نديرش ديك الشيء هذاك. المهم ما غاديش نبدا لكم القصه ديالي من المشكل ديال عكوسي، انا غادي نبدا لكم عليا شويه من الصغر ديالي باش تاخذوا عليا واحد النبذه، ونعاود لكم هذا الشيء اللي درتو فيا عكوسي. ونزيدكم ماشي زواجي الاول هذا، راه هذا زواجي الثالث. وييها البنات انا يلا عندي 31 سنه وهذه ثلاثه المرات وانا كنتزوج، يعني بهذا الرجل هذا ثالث في الرجال ديالي. المهم غادي نعاود لكم على الطفوله شويه ومن بعد نمشيو للمراهقه، وكذلك غادي نعاود لكم على الزوج الاول وما دوز عليا والثاني كذلك وحتى الثالث. المهم الطفوله ديالي عشتها عاديه جدا، تربيت في كنف واحد الاسره اللي الله يعمرها دار. الاب ديالي مسكين موظف بسيط وعلى قد حاله، الام ديالي كانت خدامه ولكن من بعد صافي غادي تستغنى على العمل ديالها بحكم انها ولدت وليداتها وجلست قبلهم. والاب ديالي كان قرر هذا القرار، واخا في الاول فاش خطبها كانت شرطت عليه باش تخدم، ولكن من بعد ملي لقات راسها حاصله قال لها من الاحسن جلسي قبل ولادك راسك. مع جداتي الله يرحمها ويوسع عليها ما كانتش كتبغي نهائيا تشدنا الماما باش تمشي تخدم. ما عليهم انا هي الوسطانيه في خوتي وخواتاتي، حنا اربعه بينا ثلاثة ديال البنات وولد واحد، والولد هو الكبير فينا. ملي حليت عيني في الدنيا لقيت جداتي الله يرحمها ويوسع عليها باقا حية، ولكن جدي الله يرحمه ما كنعقلش عليه، وعلى ما كتعاود ليا الوالدة عليه جدي كان قاسح أكثر من جدة، كان قاسح مع الوالد ديالي، بالخصوص أن الوالد ديالي كان واحد الراجل اللي معكاس في الأول وما كانش كيبغي يخدم. الوالد ديالي ما توظف حتى قرب الأب ديالو يتوفى، عاد سهل عليه الله بديك الوظيفة. مع العلم هما زوجوه باقي صغير بس زعما ينوض يخدم على راسو، ولكن هو كان كيقول لهم انا قريتوني في الاول كون علمتوني نضرب تمارة وكون علمتوني نوض نهز على دراعي ونخدم، نتوما في الاول قريتوني وانا صافي تعودت على ورقه وستيلو، يعني ما نقدرش نخدم تمارة، فبلا ما تبقاو تقولوا لي نوض تخدم حيت انا ما غاديش نخدم، والزواج نتوما اللي بغيتو تزوجوني. المهم هي هذيك جدي كان دائما حاصل فيها كيقول له نوض وليدي تخدم على راسك، مرتك راه خصها المصاريف وولادك خصهم المصاريف. مع العلم امي مسكينه حملت بالولد الاول، ماشي هذا خويا، واحد اخر توفى الله يرحمه ويوسع عليه، كان توفى على 3 شهور. ايوا ملي طاح في كرشها وهي كتعاني بالمرض كانت يوميا كيديوها للطبيب، اللي كتنعسو في السبيطار ما كتنعسوش في الدار، حتى ولدت ديك الولد ايوا جلس مسكين غير 3 شهور هو يتوفى. المهم كانت قتلت عليه ماما راسها، وتما فين قررت انها تخرج من الخدمه، ولكن داك الوقيته ما خلاهاش باه اللي هو جدي الله يرحمه ويوسع عليه توفى.
المهم بقات مستمره في الخدمه ديالها. فاش ولدت خويا الكبير جدتي كانت كتقابل معها، ولكن جدي دائما كينقول عليها، كيقول لها جلسي قابلي ولادك راسك، ما تتكليش على عجوزك، عجوزك بالصبر قابل غير راسها. فاش ولدت اختي اللي مور خويا صافي جدتي امتنعت، قالت لها انا ما نقدرش نقابل جوج، حيت الام ديالي ما خلاتش خويا حتى يكبر، وكانت غير شمتتها الفانيد وصافي وحملات عليه. المهم من بعد غادي تجلس في الدار وغادي تجلس تقابلنا وتخدم شغلها. من بعد داك اختي جابتني انايا، المهم مسكينه ما عرفتش كيفاش كان كيوقع ليها، واش كانت كتاخذ شي دواء ولا ما نعرف اللي كان كيفش ليها الفانيد. المهم جابتنا حنا ثلاثه بينا ديال الغيال، يعني واحد مور واحد مور واحد. المهم الوالد ديالي كان هو امي متفاهمين بزاف، ولكن جدتي كانت قبيحه بالخصوص فاش توفى جدي. جدتي تبارك الله كانت باقا بصحتها وكانت مازال كدق وتدردق، كتعاود ليا ماما قالت لك بلي جدتي كانت كتغير من الام ديالي، علاش الام ديالي زعما تكون مزوجه وعندها الراجل وهي لا؟ ملي كانت الام ديالي كتعاود لنا هذا الشيء هذا ما كنتش انا بعدا شخصيا كنطيقها، ولكن هذا الشيء خواتاتي راني عشتو ماشي مره ماشي جوج، راه ثلاثه ديال المرات وانا كنطيح في نفس المشكل. المهم غادي نكمل لكم. كنت كنقول لها لا واه امي وجدتي مسكينه في هذا العمر وتغير منك انت، هي كتقول لي لا وي بنيتي شنو دوزات عليا، انت راكي ما شتيش الوقيته اللي توفى جدي الله يرحمه كانت الام ديالي كتوحم بيا وما كانتش عارفه راسها بلي كتوحم. صافي هي هذيك جدتي مسكينه بقات معنا. المهم انا توصلت للكاطريه مع جدتي فين غادي تمرض وغادي توفى، كانت معايا جدتي انا بخير، داكشي علاش كنت كندافع عليها، كانت كتموت عليا جدتي، مع كنت كنجيها غير على العين العوره. اما حتى خويا واختي الاخرى اللي كبر مني كانت دائما كانوا كيدوروا فيها، كيقولوا لها جدي جدتي شفتي وهترتي ديري عقلك شويه. مع الام ديالي صراحه كانت كتشكى لينا منها، اما انا كنت كنرد الام ديالي هي اللي قبيحه، كنقول لها لا ماما جدتي الله يعمرها سلعه حنينه وظريفه، انت اللي واقيله فيك العيب. كتقول لي واخا بنيتي مازال عليك ومازال تجي تشكي من عجوزك، والله يعطيك شي عجوزه بحال جداتك. كنقولها يا ربي امين، حتى ربي تقبل الدعاء ديال ماما، والله العظيم الا هي كانت كتدعي معايا بهذا الدعاء وانا كنامن عليه، حتى ربي عطاني ثلاثه بحال بحال ماشي غير وحده. المهم هي هذيك فاش توفات جداتي كلهم بكاو وسكتوا الا انايا، 3 شهور وانا مريضه. جاب الله داك الوقيته اللي توفات جداتي كنا كملنا الامتحان، يعني كنا في اخر السنه، توفات مسكينه في الصيف، ايوا خلاتها في نكيه، كاع خوتي بكاو وسكتوا وانا بقيت كنليد من موراها، كاع سافروا كاع فرحوا نشطوا، انا داك العام هذاك داز عليا كحل زحل، حيت جداتي بيني وبينكم كانت ظريفه وكنت عزيزه عليها، وكانت ديما كدور معايا وكتعطيني الفلوس، ما هي تبارك الله كان عندها الفلوس كانت لاباس عليها. المهم هي هذيك فاش ماتت جدتي مسكينه كيف ما قلت لكم حزنت عليها واحد الحزن الشديد، ولكن كيف ما كيقولوا وتستمر الحياه، استمرت الحياه ديالي طلعت للسانكيام وهنا غادي نتعرف على واحد الدري. هاد الدري هذا تعرفت عليه غير بالصدفه، كنت واحد المره ماشيه نقرا وهو كان غادي للخدمه ديالو، الدري كان كبير عليا هو اللي غادي يكون الزوج ديالي الاول، اول مره نتعرف على واحد الجنس مقطع. هو في الاول صراحه بان لي زوين وانيق، الانسان ما عمره ما يحكم على الشكل ديال الانسان او الطرف الاخر، لان هاد السيد هذا فاش شفتو انا صافي حماقيت عقلي طار من بلاصتو، قلت ناري هذا هو النصف ديالي الاخر. الحمد لله واخيرا لقيت فارس احلامي، سيد الكرافطه الكوستيم، غير هو الصراحه كان كيشد ترونسبور ما عنده لا طوموبيل لا والو، هو كان عاد بادي في الحياه ديالو، كانت عنده اول عام في الخدمه. المهم اول مره فاش تلاقيت بيه كنا تلاقينا غير بالصدفه، غادي يطلب لي الرقم ديال التليفون غادي نعطيه ليه، مع العلم انا كان عندي التليفون، ولكن كنت الصراحه دايره غير التخبيعيه على ماما وخواتاتي، حيت حتى شي واحد ما كان عارفني عندي التليفون، وجدتي الله يرحمها مسكينه هي اللي كانت عطاتني باش غادي التليفون. المهم عطاتو النمره ديالي، تبدلنا الارقام ديال الهواتف، وليت كنهضر انا وياه بالتخبيعيه، ولينا كنهضروا انا وياه، عرفني عرفتو. المهم هاد السيد هذا عامين وانا متصاحبه معاه، وتا واحد ما جايب خبري، حتى لواحد النهار وهي تحصلني اختي الصغيره عايشه مع الام ديالي، زادت اختي مورايا انايا، وكانت فيها دعوه الشر. دوك الوقيته كانت عندها تقريبا 10 سنين، حيت الام ديالي زادت اختي الثالثه، حيت حنا ثلاثه بينا ديال البنات وولد واحد، والبنات هما الصغارين. المهم فاش شافتني عيت فيها قلت لها غير ستريني وندور معاك، قلت لها حرام كانت كطمع فيا نعطيها. المره الاولى كنت عطيتها 20 درهم، المره الثانيه قالت لي عطيني 30، كل مره السيده كتمشي تخسر دوك الفلوس وكنعطيها اكثر منهم. من بعد قالت لي والله تنفضحك والله تنفرشك. ايوا هي يلا كتهضر وماما جات داخله علينا، قالت لها شنو دارتي كلاباس قولي اشنو كاين. في الاول ما بغاتش تهضر، ولكن امي جات جبدت ليها واحد الودن واحد الجبيده تطرطقات، قالت لها غير تقولي لامك شنو كاين ولا ندفنك اليوم. قالت لي اختي فلانه دايره التليفون وكانت كتهضر مع واحد السيد.
لوجات ماما ما خلات لي مني نشد، قالت لي بنت حرام وليتي كديري التليفونات وري نشوف. في الاول نكرت وما بغيت نقول ليها والو، ولكن في الاخر عادي تزولي التليفون حيت وريتو ليها ما لقيت ما ندير، ولكن كنت صافيه. كان عندي صراحه غير تليفون عادي من دوك التليفونات ديال نوكيا وصافي، يعني ماشي بصمات ولا شي حاجه. كنت شريت ديك التليفون ب 200 درهم راني عاقله. زولت لي داك التليفون شعلاتو، لاكارت كانت عندي يعني بالكود، بقات كتدخل في الكود غالطين حتى بلوكاتي داك لاكارت، كود بوك ما بقاش عندي. صافي داك التليفون خداتو ليا الام ديالي، انا ما بقاتش عندي علاقه مع داك السيد. شي سيمانه هو غابر عليا وانا غابر عليه، واصلا ما عرفنيش مالي وشنو واقع ليا، وانا ما تلاقيتش معاه باش نقول ليها المشكل هالمشكل، وبالخصوص ديك الوقيته كنا شادين عطله. المهم بقيت واحد الايامات هو كان عارفني فين ساكنه، حتى جا واحد النهار كيسول عليا. جاب الله جات واحد جارتنا غير واحد البنيته غير صغيره تكون عندها ديك 4 سنين، قالت لي راه واحد السيد راه كيسول عليك. قلت لها سكتي ويلي شكون هو هذا؟ قالت لي راه انا عرفته هو. صافي قلت لي بيدي غير سير هاني جايه. طلعت للدار بس عليا بالزربه هبطت عنده، مشينا واحد البلاصه مطرفه. انا غادي في الاول هو تابعني حتى ديتو لواحد البلاصه اللي ما كاين فيها حتى شي واحد. قدر معايا قال لي ياك لاباس شوشتيني عليك واش بخير ياك لاباس؟ قلت ليه ودي لافير لافير اشنو وقع لي اشنو وقع لي؟ ايوا هو غادي يجيب التليفون وتمتم غادي يحيد منه غير لاكارت ديالو غادي يمسحو غادي فورماتيه قدامي. قال لي هاكي. قلت لي ولكن ما يمكنش تعطيني تليفونك عندك الارقام وانت خدام؟ قال لي لا لا ماشي مشكله كوني هانيه، انا كنتحمل المسؤوليه ديالي، انت شدي التليفون ولاكارت حاولي اما تجيبيها ولا غدا ان شاء الله تلاقيني في نفس البلاصه نجيبها لك. قلت لي لا ماشي مشكله انا غادي نجيب لاكارت. راكم عارفين ديك الوقيته باش تجيبي لاكارت شويه صعيبه، ماشي بحال دابا كلشي رخاص. المهم حاولت انني ندبر على واحد لاكارت، درتها في ديك التليفون، واخيرا عاد غادي نهضر مع حبيب قلبي اللي كنت كنحماق ونتسطى عليه ديك السيمانه. دازت عليا كحله زحله. صافي هضرت معاه بطبيعه الحال، هاد المره غادي نبقى نحدي جنابي من خواتاتي. خواتاتي ما كيهمونيش، انا اللي كيهمني هو الاب ديالي وخويا، وكثر خويا كان قبيح وواعر معنا ديك الوقيته. المهم هي هذيك هضرت معاه عاودت له كلشي بالتفاصيل المهمه. قلت ليها ما كاينه ما كاين. قال لي شوفي حنا ما غاديش نبقاو مخبين حياتنا كامله. قال لي واش تقبلي تزوجي بيا؟ قلت ليه واش كدوي بصح؟ قال لي اه كندوي معاك ديال بصح، الا قبلتي بيا بنت الناس انا مستعد نجيب العائله ديالي ونجي اليوم قبل غدا. قلت ليها سيدي انا قابله عليك. مع العلم ما انا كنت عاد كنقرا، يلا داك الوقيته كنت طالعه للباك، يلا نجحت في السيزيام انا وطلعت للباك، ولكن مازال ما بدات السنه الدراسيه. قال لي واش يقبلوا بيا؟ قلت ليه هو ما عرفت، المهم تا اجي ويكون خير. السيد جاب والديه، جا صراحه لقيناهم كيدقوا علينا في الدار. في الاول جات غير الام ديالو واحد اختو واحد مرات عمو. صافي وصلهم غير للدار ومشى بحالاتو، وراهم الدار مشى بحالاتو. كنت وصيت وقلت له عندك تقول لهم بلي انا كنعرفها ولا انا وياك كنهضروا. قال لي كون كهاني انا غادي نقول داكشي اللي راني عارف، ما غندير لك حتى شي مشكل. قال لي انا باغي نتزوج بك ماشي يرفضوني عائلتك من الاول. ايوا جاو دوك الناس حلينا لهم الباب، دخلتهم الوالده حيت تعرفوا على راسهم. قالوا لي احنا جينا نخطبوا البنت. امي يحسب ليها جاو يخطبوا اختي الكبيره. معلم اختي الكبيره داك الساعه كانت ستاجيره كتخدم فواحد الشركه كتستاجي باش غادي تخدم. المهم الام ديالي حسب لها اختي الكبيره دخلتهم، بقات كتسنى اختي تاجت. اما انا داك النهار هذا كنت في الدار. صافي انا عارفهم جايين على حسابي، جالسه كنوجد. المهم فرحانه طايره للسما. ايوا هي تجي ماما عندي الكوزينه، قالت لي اختك معت مالها تعطلت. قلت لها علاش اختي؟ قالت لي والناس راه جايين زعما يخطبوها. قلت لها ولكن شكون اللي قالك جايين يخطبوها هي؟ قالت لي وشكون جايين يخطبوا السلامه والعافيه؟ ياك ما جايين يخطبوك انت هي؟ قلت لها فين غادي نعرفهم انا جايين يخطبوني انا ولا اختي؟ ايوا المهم جات اختي لقات الناس في الدار، بقات كتسول شكون. قالت لها هادو الناس جاو يخطبوك. اختي الصراحه فرحت وما فرحتش، اصلا هي كانت مازال باغا تزيد تخدم واصلا ما كانتش كتفكر في الزواج، واختي الكبيره كانت شويه معقده بزاف. المهم هي هذيك دخلت عندهم سلمت عليهم، اما انا بقيت كنزيد ونحط لهم. ما كانوش عارفين شكون هي البنت اللي باغي ولدهم. هما تفاجؤوا اننا حنا 3 ديال البنات، ولكن اختي الصغيره باقا صغيره، يعني كيف ما قلت لكم الام ديالي تعطلت شويه عاد ولداتها. اما انا اختي تبارك الله كنا شي قد شي، وانا عاد كنت طويله عليها شويه. ما عليهم حنا غير بنات الغيال. صافي العيالات قالك حنايا راح نجينا نخطبوا وحده في البنات على سنه الله ورسوله. قالت ليها الوالده مرحبا بكم، انا البنيته هذه هي البنيته الكبيره. قالت ليها هذه واش كتقرا؟ قالت ليها اللي كتقرا هذه راه كتخدم. قالت ليها لا حنا جايين البنت اللي كتقرا. ايوا جاب الله صحوا المعلومه، قال لهم البنت راه كتقرا. قالت لها كيفاش؟ قالت لها والولد راه سول على البنت اللي كتقرا. قالت ليها واش كتعرفوا واش كيعرفوا بعضياتهم؟
كتخنزر امي فيا شي تخنزيرات ديال الموت. قالت لها ودي الشريفه ما كيعرفها ما كتعرفو، راه غير وقيلا شافها وعجباته وسول عليها الناس وقال لي امي سيري خطبيها ليا من والديها. قالت لي انا ولدي ما عنده مع الخروج ما عنده مع الدخول، عنده نيشان عنده خواتاتو كيخاف عليهم. قالت لها امي واش ما غادي نقول لك الشريفه يجيب باها ويكون خير. صافي داك الناس كلاو اللي كتب الله ناضو مشاو بحالاتهم، ولكن ماما فرشاتني فرشه عالميه. قالت لي جاب بنت الحرام لهنا كتعرفيه؟ قلت لها ماما بلعمه. قالت لي ما تحلفيش وما تدعيش في راسك كتعرفيه، ياك انا ماما كنمضغك ما نصرتك. قلت لها ماما بيني وبينك هذا هو اللي كنت كنهضر معاه ديك النهار وبلوكيتي لي التليفون. قالت لي ياك ايوا باش كيفاش حتى دابا تواصلتي معاه وهضرتي معاه؟ قلت لها راه تلاقيت معاه وعطاني تليفون اها وهادي وراه شيت واحد لاكارت وكنت كنهضر معاه وتا تفاهمنا وراه طلب مني الزواج. ايوا شدتني عطاتني قلت لها ديال العصا. قالت لي كتعترف يا بنت الحرام بوجهك احمر. قالت لي ولكن نتوما البنات راكم حنشات. نطقت اختي قالت لها وماما حاشاك راه كل وحده وكيفاش دايره، انا بعدا الحمد لله ما كندير حتى شي حاجه خارقه للعاده وما كندير حتى شي حاجه اللي كتخرق القانون والمبادئ والاخلاق. قلت لي على انا شتيني شنو كندير بالسلامه والعافيه؟ جبت لكم شي حرامي للدار، السيد باغيني وجا خطبني على سنتي الله ورسوله، وزيدون انا باغا نتزوج. قالت لي ماما نوض يلا جمعي الوقفه وسيري تقري قرايه كباره كامل الفز. قلت لها ماما انا غادي نتزوج سوا بغيتو سوا كرهتو. واش حماقيتي انت مازال ما درتيش لا كارت وباغا تنوضي تزوجي؟ قلت لها باغا نتزوج، الزواج ما هو عيب ما هو حرام. المهم قالت لي شتي شنو غادي ديري؟ خليتي يجي باباك وقولي له هاد الهضره، علاش كتقوليها لي؟ قلت لها نقول الو ولي هرب الزواج هرب الطاعه. وزيدون انا ما طلبت شي حاجه اللي ماشي اللي مستحيله، ما طلبت شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، انا باغا نتزوج السيد جا طلبني، اذا انا ماما انت خصك توقفي معايا باش نتزوج به. قالت لي واخا يكون خير. ايوا جا الوالد ديالي تجمعوا في الليل، هضرت معاهم ماما قالت لهم شي ناس جاوا باش يخطبوا فلانه. خويا كان جالس وقف قال ليها اش من خطاب السيده عاد صغيره وعاد كتقرا، مشيو تعاودوا المخهم البنت راه عاد كتستاجي، حنا ما عندناش بنات الزواج، خواتاتي باقي صغارات. جا الوالد قال لي علاش ولدي اللي بغات فيهم تزوج؟ انا والله ما نتقلب شي وحده فيهم. عيط للوالد ديالي سولني بكل احترام قال لها بنتي شو كتقولي في هذا الشيء؟ قلت لها بابا اللي درتيه انت انا موافقه عليها. ملي شفتو في الصريح ديالي قال لي شوفي خطينا من ديك الهضره هذيك ديال الخشب، جيني الصراحه. قلت لها بابا انا ما كنهضرش معاك بلغه الخشب، انا كنهضر معاك عادي اللي درتيها بابا انا معاك. قال لي شوفي جيني من الاخر اه ولا لا؟ بغيت نقول لا وانا نقول لا 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 لا، نقول لا صافي صافي نقول ليه لا، يقول لي سالينا صافي ردوا عليهم باش ما عندنا ما نديروا بهم. مع الام ديال السيد خلات الماما الرقم ديالها وقالت ليها انت ملي اتفقوا عيطوا علينا. قلت ليه اه الوالد باغا نتزوج وخويا نطق قال لي الله ينعل اللي ما يحشم. قلت ليه ماني شنو درت؟ راني انا باغا نتزوج باغا الحلال ما باغاش شي حاجه. المهم الوالد قال ليه صافي بغات تزوج خلي الله يسهل عليها. قال لي وقريتك ما تقرايش؟ قلت ليه خويا ما باغاش نقرا انا صافي قريت لي كتب الله الله يجعل البركه. هي هذيك هضرت ماما ديك الساعه مع ديك السيده قالت لي راه حنا تشاورنا مع با قال لكم اجيو يجيو الرجال ويكون خير. فعلا جاو الناس مي شافوا الاب ديالي الدري موظف، الاب ديالو حتى هو متقاعد، خوتو كاملين تبارك الله واعيين كلشي قاري، خواتاتو كاملين موظفات، عجبهم الحال. حاجه وحده اللي ما عجبتوش الاب ديالي هو ان الدار كترغل عندهم، يعني عنده جوج خوتو موظفين ومزوجين بجوج ديال العيالات موظفات حتى هما مزيانه، عنده خواتاتو ثلاثه ديال خواتاتهم بلا زواج موظفات، عنده واحد اختو راجلها كيكون في الامارات وكتكون معاهم، يعني ما كتكونش في دار شيخه كتكون في الدار ديال عائلتهم، هما لاباس عليهم وباخر عليهم شبعانين ولكن الدرك. صافي الوالد مي شاف داكشي هذاك هضر معايا على انفراد قال لي شوف بنتي الدار عامه فيها الصغر وفيها الكبير، فيها الموظف وفيها البيطالي، دابا انتي الا مشيتي عندهم بيطاليه عرفي راسك غادي تاكلي ماكله الحمار. قلت لي علاش با علاش كتقول لي هاد الهضره؟ قال لي هما راه عيالاتهم موظفين، انت ما بغيتيش تصبري على رزقك ما بغيتيش تكملي قرايتك. قال لي عرفي راسك انك غادي تمشي تخدمي على الموظفات، يجيو يالا لك يقرقبوا الطالون عليك من فم الباب، يلوحوا صاكهم من فم الباب، وخصك توجدي لهم ما ياكلوا من فم الباب. قلت لي الوالد انا ما عنديش مشكل عادي، ترى راجلي غادي يكون موظف. الوالد كيف ما قالها لي انا كنجاوبو عليها، قال لي شتي اش غادي ديري؟ صافي الله يسخر. قلت لي اللهم امين بابا، خرج عند الناس هضر معاهم قال لهم انا البنت بغيتها تكمل هذا العام ديال القرايه راه صغيره اصلا ما غاديش يعقدوا لكم. قال لي الراجل ديالي ماشي مشكله عمي، الا بغات تكمل قرايتها تكملها ولكن خلينا نعقدوا. قال لي ودي راه ما غاديش يعقدوا لكم.
قال لي البنت تبارك الله راه وافيه، كنظن غادي يعقدونا ولا ما بقى لا والو تكمل 18 عام. قال لي يا سيدي ماشي مشكل نشوفه ويكون خير، جمعوا الوريقات ديالكم وعادي نشوفه واش يعقدوا ولا ما يعقدوش. فعلا فاش مشينا نعقدوا عقدنا الحمد لله، عقدنا على يد المحكمه، وخا الصراحه ما وصلش للسير القانوني ولكن عقدوا لي حيت وافيه وطويله، يعني كنبان انني غادي نكون مرا ديال الدار على حقي وطريقي. بالنسبه للعائله ديالو كلشي فرحوا بيا وكلشي عجبتهم، الا ديك خيتي اللي كانت راجلها في الامارات، اختو اللي كان راجلها في الامارات كتشوف فيا غير بنص عين، جابت معاها واحد الجن ديال ولدها كانت عنده شي 9 سنين كيقول كي البلاطر واللانطير، عرفتو كلشي الحوايج ديال الدار خرف فيهم. عيت مع جداتو، اجي تجلس يا فلان دوز تجلس، كيحمر في راجلي كيقولو زعما بعيني دوز تجلس والو. اما مو ما كتسوقلش نهائيا، شاده التليفون كتكونيكطا ما على بالهاش. صافي في الضو داك الليله في كلشي قالوا بلي غادي نعقدو، صافي الا بغاو يعقدونا ما بغاوش يعقدونا صافي ماشي مشكل، نكمل انا الباك ديالي في دار با وداك الساعه يكون خير، اما الا عقدوا لينا غادي نتزوج ونكمل الباك ديالي في دار راجلي. يعني هو قال لهم انا ما عنديش مشكل البنت تكمل الباك ديالها وتقرا، ما عنديش غرام ديال المشكل، وتوظف يعني انا ما غاديش نحرمها، ولكن هذا الشيء كان غير فوق الطبله والخطه بالرطب كيف ما كيقولوا، وهاد الهضره اتفقوا عليها كاملين. ايوا هي هذيك صافي خطبوني مشاو بحالاتهم، فضينا على المسائل، عقدنا في ظرف 3 شهور كنت مزوجه لها تما، جيت نكمل 18 سنه تا كنت في داري. المهم مشيت عند هاد الناس اللي غادي يدوزوا عليا يا خواتاتي، نعاودوا الحفار قبري وليكم، هاد السيد هذا غادي يدوز عليا الحدن لا هو ولا العائله ديالو. تصوروا فاش كيكون الراجل قبيح كنقولوا العائله ديالو كتكون زوينه، فاش كتكون العائله العكس كيكون الراجل زوين وظريف. هادو كلهم مقطعين كلهم جرتين، انا ما عرفتش بعدا اصلا علاش تزوج بيا السيد. من الليله الاولى بان العربون، من الليله الاولى بانت لي الشخصيه ديالو معقده، السيد دافع كبير ومع شنو يحسب ليه راسو. ايوا غير دوزنا داك الشهر ديال البصل وهما الناس ينوضوا يبانوا على الحقيقه ديالهم، لالاتي الموظفات كل وحده فين كتهز لك ساكه وتجي خارجه، ملي كيجيو كيجيو كيقرقبوا عليا في طالوناتهم كما قال لي الوالد، حيت داك الليله اللي جاو يخطبوني كلهم لابسين الطالون، ما كاين غير قب 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 قب، هما العكار يحاسبهم الله عليه بحال واكلين الجيفه حاشاكم. العيالات ما كيحشموا ما كيمرقوا، ملي كتجي غاديه كدير كيلو ديال الماكياج ونص وكتمشي تخدم، ملي كتجي كتبداني فم الباب فلانه كاين شي غدا وتزيد عليك بالتعياب. اما عقوسي كتموت على عريصتها الموظفات، علاش بالسيف ما تموت عليهم، حيت كيشدوا لك الصالير كيداير وكيجيو، ما كيخليو لا بيجامات، ما كيخليو لا كريم نيفيا، ما كيخليو ما يعطيوها، يدوروا معاها يديوها يخرجوها يكسيوها ويصبطوها من ساسه حتى الراسه. وانا خيتكم ما عندي ما نعطي، حيت في الاول قال لي غادي تقراي، غير انايا جلست شديت لوتات ديك 3 شهور حيت حنايا درنا العرس في الصيف، قلت ليه نوض نتسجل، قال لي ما كاين لا تسجل وهم يحزنوا نجلسي في دارك. قلت ليه علاش؟ قال لي جلسي في الدار ما عندك ما ديري شي قرايات، العام خلينا نتمتعوا بحياتنا والعام الجاي بغيتي تكملي ما عنديش مشكل. قلت انا ماشي مشكل. ايوا الناس ولاو كيديروا لي بحال شي خدامه، كاع دوك الموظفات تنسى حمياني وحمياني نحطوهم فيكم، وهاديك لوسي اللي راجلها في الامارات نحطوها فيكم بوحدها، هاديك بوحدها عالم كانت كتسرولني، عرفتو كانت ديما كتعايرني. تصورو كانت كتجي كتشوف لي ظفاري كتقول لي نشوف لك ظفارك بعدا واش فيه ملوسخ، وانا اصلا ما عنديش ظفار مقطعات في راسي، انا نشوف لك يديك واش ملوسخ، غسلتي يديك؟ تصورو شحال من مره كنجي نجلس ناكل كتقول لي غسلتي يديك؟ اويلي على غسلتي يديك. تصور واحد النهار حطت الغدا كانت النوبه ديالها، حيت كنا كنديرو في الاول كانوا غالبين عليا، ولكن من بعد درنا النوبه حيت نض بيناتنا واحد النقاش قبيح، هي حطت الغدا ديال النوبتها وجلست انا باش نتغدى، وحنا مجموعين كاملين حيت كلهم كانوا كيجيو ياكلوا في الدار، ما عندهمش القلب باش يخسروا الريال على برا، كياكلوا كلشي في الدار، حيت كيقول لك اسيدي هما كيصرفوا خصهم ياكلوا كلشي في الدار. حطت الغدا وهي انا جلست نتغدى وهي قالت لي فلانه في المجمع كلشي كيسمع، قالت لي غسلتي يديك؟ قلت لها فلانه شحال مره سولتيني هذا السؤال كنقول لك انا ما كناكلش بالغساله ديال يديا، قالت لي لا غير شفتك دابا عاد خرجتي من الطواليت ما عرفتكش غسلتي يديك ولا جيتي تاكل بالغساله ديال يديك. ايوا تما نطي البنات ما نكذبش عليكم، هي داك الطبله اللي ما قلبتهاش عليها. قلت لها حاشاك واش حساب لك جايبيني انا مشي دار ديال العفن ولا؟ قلت لها انا الحمد لله مربيه ومخلقه ووالديا معلميني النظافه، واصلا كنصلي انا نجي ناكل بلا غساله ديال يدي، غادي نحشيها لك في كرشك راه كنخشيها في كرشي. المهم ما خليتلهاش، قالت لي وكتلوتي لنا اختي الماكله
الا كنتي دخلتي للطواليت وجايه تحطي يدك في الطبسيل، اذا راكي كتلوثي لنا الماكله وغادي ناكلوا معاك الميكروبات. المهم ما خليناش انا وياه دخلت البيتي زدت عليهم الباب، اما هما تغداو بالضحك واللعب وقالوا هذه معقده وفيها الغيره وشايفه انا خدامين وهي ما خداماش وما لها كدير بحال هكا وما لها المخلوقه دايره بحال هكا. المهم الحقره يا خوتي ديال بصح. صافي تما قررت ان نهز حوايجي ونمشي لدار والديا، مع العلم ما عمرني ما تشكيت على والديا، تورط من شهور وانا مع هاد الناس. حتى داك النهار غادي نهز راسي ومشيت عند والديا، في الاول ما كنتش غادي نمشي. ناض السيد عطاني قتله ديال العصا، تصورو راجل عطاني قتله ديال العصا، علاش نقول ليه شد عليا اختك ولا صيفطات تمشي عند دار اناسة؟ علاش يا ناسة هاربه منهم وجايه هنايا تكحل لي عيشتي؟ اما انسى خوتها الاخرين ما تقدرش تهضر معاهم، حيت خوتها الاخرين فاردين الشخصيه ديالهم وعيالاتهم، حتى هما شخصيات عندهم شخصيه قويه ماشي بحالي انا اللي جابوني بحال شي خدام. والسيد غير هضرت معاه قلت له تمشي تبعد مني تمشي لدار الناس، قالك علاش تجري لي على اختي؟ هي اصلا ما ساكناش عندك، ساكنه عند با، وحنا براسنا ساكنين عند والديا. قلت له صافي عزل لي ضرب بوحدي. قال لي نجوم ديال السما قرب لكم داك النهار هذاك. بقيت مني منك مني منك، نط زيد معاه في الهضره، عطاني واحد التصرفيقه جابني عندنا موسيه مكوره، من بعد شدني عطاني قتله ديال العصا وكلهم برا كيسمعوا. ناضوا تفرقوا كل واحد مشى يخدم شغله وانا كليت قتله ديال العصا. بعد من الناس زيت حويجاتي ذهبي مشيت عند با، عرفتو عريت اللحم ديالي الوالدية، بقاو غير كيشوف. هزي بابا داك الساع دار بيا دار لي شهاده طبيه، مشى دار بيا شي دار شكايه بيهم، قال لهم بنتي تعرضت للعنف. المهم صافي وصلت القضيه للمخزن، واخا دخلوا الناس بغاو زعما يصالحوا بيناتنا، حتى شي واحد ما لا هما لا حنايا، كلنا كنا شادين ضد، هو عائلته ما بغاوش وانا عائلتي ما بغاوش، اما هو كان كيطلب سلا على عنب. من بعد قال لي بابا عليك ما تدخلش، غادي تعطيها القانون ديالها وغادي تطلقها. فعلا داكشي اللي كان، ما كملتش اخواتاتي 9 شهور، عام عام ديال الزوج ما كملتش مع داك الناس، واخا لقيت اللوم والعتاب عند والديا وحتى عند خويا، ولكن الحمد لله تفكيت وجاب الله ما حملتش معاه. هذيك هو الحاجه الزوينه اللي درتها في حياتي، حيت اصلا هو اللي ما خلانيش نحمل. وتا انا الصراحه بيني وبينكم ما كنتش زعما، حيت بان لي الدنيا مفشي شكل، انا الليله ديال الدخله بان لي القضيه فيها انا وبنادم فيه الهضره. المهم ما بغيتش نطول عليكم، ما هو بزاف ما داز عليا ديك 9 شهور دوزتها معاهم بحال 9 سنين. تصوروا العجوزه كانت ما كتشمش الريحه ديالي، كانت كتكرهني، دمت سنانها هي انا. المهم الحمد لله تفكيت منهم، بقيت في دار با واكله طريبه الخبز، واخا كنت دائما كنحس بالحقره وداك الشيء، خصوصا فاش خويا تزوج. خويا تزوج جاب واحد لاله ومولاتي، وتا هي كانت خدامه، وسبحان الله تا هي غادي تكون واحد المسخوطه منها ما كاين. والام ديالي سبحان الله كانت كتفضل تا هي عروسها عليا انايا، ايوا كنت كنطلب كنقول يا ربي يسهل عليا بشي ولد الناس نمشي نتزوج وندير انا داري. انا ماشي من داك النوع صافي تزوج تستقري الزواج الاول فاشل ونوض صافي نفشل رجليا ونقول لا ورجال كلهم بحال بحال، لا انا دائما عندي امل كبير في الله. بقيت هكاك دوزت عامين في دار الوالد، من بعد ربي سهل عليا. تصوروا انا عندي 20 عام مطلقه، سهل عليا الله بواحد ولد الناس الله يعمر ليه الدار عاوتاني. هادشي اللي كنت كنعتقد هو فعلا ما نسالو لا حتى عض في خبزه، ولكن من بعد غادي يقلبوا عليا حيت هو كان مزيان. ما عرفتش واش داكشي اللي وقع بيني وبينهم عند الله ولا من عند العبد، ولكن هاد السيد كان كيحماق عليا وكان كيتسطى عليا. هاد الدري هذا غير ولد حومتنا، كان داك العام جاي يعيش مع والديه، هو كان عايش في الطاليان وكان وقع له واحد المشكل، صافي صيفطو من تما وجاي يعيش مع والديه في المغرب. كنت انا كنعرفو شحال هادي وما كنعقلش عليه بزاف، حيت هو حياته دوز غير في الطاليان، وعلى ما سمعنا قالك دوز واحد المده طويله ديال الحبس، شي 8 سنين هو في الحبس تما. هما كانوا ناكرين هاد الشيء هذا، ولكن الناس كانوا كيقولوا الله اعلم. انا واخا تزوجت بيه وعشت معاه شحال من عام، ولكن ما عمرو قال لي انا كنت مشدود، كان كيقول لك لا غير شي مشكل، وراه حكا واحد المراه كنت مزوجها تما بلا اوراق ووقعوا لي معها مشاكل واتهمتني وتبلات عليا. المهم انا كنت كنقول ماشي مشكل، الماضي ديالو خليه عنده كيف ما كان، الحال هو قبل عليا انايا واخا مطلقه، واخا حتى هو صراحه كان عنده علاقات، واخا ما تزوجش بالورق كان هي كيتصاحب. المهم قلت لكم هي هذيك السيد هذا شافني النهار اللي شافني في العرس ديال اختو، هو مزعوط فيا مع انا الوالد ديالي ماشي داك النوع اللي يقولك صافي انت مطلقه دوزي جلسي في الدار شدي الثقال ديالك، لا عادي زعما الصراحه. واخا خويا ما كانش كيعجبو الحل، ولكن ما كانوش حابسيني حتى لديك الدرجه، صافي كيقولك الطلاق ماشي نهايه العالم، انت طلقتي غير شدي الثقال ديالك ودخلي سوق راسك وصافي، اما باش يمنعوا عليك الخروج والدخول ويقولك لا وعلاش وكيفاش نهائيا. فاش تزوج ديك البنت جيراننا اللي هي الاخت ديالو عرضوا علينا،
صراحه اختو كنت كنعرفها انا معرفه زوينه يعني السلام السلام الا تلاقاتني برا كنهضروا انا وياها، ولكن باش زعما تعاود لي عليها ولا نعاود لها عليها لا. هاد اختو كانت تزوجت خدا واحد العسكري، عرضتنا العرس ديالها كبرت دارت واحد العرس زوين بزاف، عيطت لنا ما جات عندنا حتى الدار قالت لك اجيو تحضروا مرحبا بكم. ايوا يا خواتاتي صراحه داك الساعه كنت طلبت لمرت خويا واحد التكشيطه ديالها ديال العرسه، كانت عندها كتحمق اما هي كانت خدامه ما حضرتش ديك النهار العرس، حتى الليل عاد مشات غير بالعصري، هي من داك النوع ديال العيالات ما كتبغيش التقليدي. صافي مشيت انا حضرت معاهم في النهار، حضرت حتى في الليل، السيد ملي شافني هو حط عليا وانا مع خفيفه شويه نط كنشطح وندق وندردق. ايوا السيد من داك يسول عليا قالوا له بنت فلانه ما كنتش كنبان بزاف، هو داك العام اللي غادي دير اختو العرس عاد دخل المغرب، يعني قبل ما دير اختو العرس بشي 15 يوم دخل هو المغرب بالمفضي. قال لك سيدي سول عليا سول مو داكشي، قالت له مو راه البنت مطلقه راه هذه مسكينه راه كانت تزوجت ودوزت مع الراجل قريب العام وصافي طلقت منه. ايوا بقى كيبحث كيبحث، المهم السيد دا متبعني 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 حتى لواحد النهار جات عندهم اختهم، اختو هادي اللي تزوجت جات عندهم ضيفه، المهم هضر مع اختو يمكن غير بيناتهم، حتى واحد النهار كنلقاها كتدق علينا. ايوا حلت لها ماما الباب سلمت عليها قالت لها ايوا شي نهار كبير هذا شي حاجه غادي توقع في الدنيا. قالت لها علاش اخالتي؟ قالت لها ملي جيتي تزورينا؟ قالت لها والله الا غير توحشتكم بغيت نزوركم، وراه كاع الجارات راني دخلت عندهم سلمت عليهم بقيتوا لي غير نتوما. قالت لها ولا لا مرحبا بك، وهي صراحه ما جاتش باش تزورنا، هي جات لواحد الغرض واحد اخر. ايوا غير لقات الفرصه باش تهضر معايا وهي جبدت معايا الموضوع. قالت لي فلانه، قلت لها نعم، قالت لي راه خويا راه الناشا في العرس ديالي تزعط وطاع على نيفو. بقات كضحك قلت لها كاع، قالت لي والله العظيم هذا دابا انا جيت على قبل هذا الشيء وراه صيفطني ورغب فيا وزوق فيا. قالت لي خويا راه كان عنده واحد المشكل مع واحد خيتي في الطاليان، كانت مراته ولكن ماشي يعني ما مزوجيش بالوراق لانه هكا هي عايشين مع بعضياتهم وصافي، وراها هي اللي كانت كتعاونو في بزاف ديال الحوايج، ومن بعد قلبت عليه وقع ليه معايا واحد المشكل. المهم خويا راه كيشتي راه بزاف، وهو تما ما كانوا مانعين عليه حتى المجي لهنا للمغرب، ما قالتليش لا حبس لا حتى شي حاجه. قلت لها ومن بعد قالت لي راه ما عنده لا ولد لا بنت لا حتى شي حاجه، خويا ما مزوجش عمرو سبق له الزواج، ودابا الا بغيتي راه رغبني وعاد. قلت لي ولكن انا راني مطلقه واش في خبارو هاد القضيه؟ قالت لي اه راه في خبارو، راه ماما قالت له كلشي وراه هو ما عندوش مشكل، وراه هاد الهضره مازال ما فتحهاش مع والديه، يعني راه قالها هي غير ليا، واخا سول عليك ماما راه ما قال ليها والو. قالت لي دابا راه كيسولك الا بغيتي راه هو غادي يفتح معاهم الموضوع حدني انا كاينه هنايا، راه جايبه 15 يوم غادي نقصها معاهم ونجيبوا الخطابه ديالنا ونجيو مباشره، ما يهضر معاك ما تهضري معاه، ما بغيتيش بنت الناس قوليها لي دابا باش يمشي يدبر على راسو، راه هاد العام باغي نزوجو ان شاء الله، الدري كبر راه وصل تبارك الله ل 39 عام خصو يتزوج على راسو. قلت لها ماشي مشكل، السيد كان كبير عليا انا يلاه كملت 20 طلع في 21 وعندو 39 عام، ولكن انا شفتو في العرس تبارك الله الطوله والتجريده، تقولي انت هذا يعني مازال صغير، هو وافي ولكن في الوجه ديالو ما باينش عليه 39. قلت لها سيدي انا الا بغا والديا ما عنديش مشكل نعاود الزواج وكلشي فيه الخير. قالت لي ولا بغيتي انا خليني نمشي رد عليه يهضر بعدا هو مع الوالدين نشوفوا ماما شنو غادي تقول، كيعرف العيالات تما عرفت ان الام ديالها بحال ما عجبهاش الحال، وكانت شكات لبنتها وقالت لها خوك واقيلا بانت له في الجاره ديالنا المطلقه. قالت لي المهم الا عطاوه الوالدين ديالي الاوكي ان شاء الله باش ما كان غادي نعلمك، عطيني النمره التليفون. عطيتها النمره ديال التليفون ديالي، سيري انت عطيها لخوك. المهم كنت كنتسناها تقريبا شي 3 ايام، حتى واحد النهار كيطلع عليا عندي واحد النمره غريبه، صونات عليا ديك النمره، الو السلام عليكم السلام، لقيتها هي. قالت لي كي دايره بخير؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي شوفي راه خويا راه رديت عليه بانك انت قابله، وشوفي شتي اش غادي ديري، كيهضري معاها هو معايا، كانوا في السطح كيهضروا معايا هضر معايا ما عرفت باش تبليت، بقيت غير كنقفقف. قال لي صافا بخير شنو كتعاودي؟ قلت لي الحمد لله خويا. قال لي شوفي ها انت انا راني هضرت مع والديا وان شاء الله غادي نقنعهم ونجيو عندكم، وراه ان شاء الله في هذا الاسبوع واقيلا راه حنا ناويين نجيو. قلت لي مرحبا بكم، ما يفوقش النهار بالضبط باش نديرو بحسابكم. قال لي ودي راني ما نقدرش نكذب عليك ونعطيك النهار وتبقاي تسناي فيا وقع شي مشكل ولا، النهار اللي غادي نكونوا جايين انا نجيو في العشيه نعلمك في الصباح. قلت لي سيدي مرحبا بك. قال لي شوفي هذه النمره ديالي ماشي ديال اختي، سجلي عندك غادي نبقاو نهضروا انا وياك بين ما ان شاء الله جيت. قلت لي مرحبا، من تما غادي يولي التواصل بيني وبينه، ولا السيد كيتواصل معايا كيهضر معايا كيصيفط لي ميساجات كنجاوب عليه، المهم عرفني على راسو وقال لي كان عندي مشكل من داكشي كامل عاودوا لي اللي وقع له، الا انه دخل الحبس. قال كان عندي مشكل خايب مع داك خيتي،
قال لي هذا الموضوع ما كنبغيش نهضر معاه. المهم قال لي انا باش تعرفي انني كانت عندي علاقه مع مرا وجوج وثلاثه، كنت كنتصاحب مع عمرني ما تزوجت، ولكن دابا عفا الله ورجعت للمغرب بالمفضل ندير المشروع ديالي هنا ان شاء الله وما غاديش نرجع. قلت ليه مرحبا. قال لي واش تقبلي تعيشي مع والديا؟ قلت ليه اش غادي نقول لك، انا زواجي الاول راه وقع ليه مشكل، وحلفت الراجل اللي نتزوج به ما نعيش مع والديا. قال لي شوفي انا والديا ونعم الناس وراكي جارتهم شحال هذه وراكي عارفهم. قلت لي الله يا ودي خالتي زهره راني كنعرفها بحال لا كنعرف راسي. قال لي وما غيخصك معاهم حتى شي خير، وراه غير مسألة وقت، حتى انا ما غاديش نبقى مع والديا، بغيت نخليهم في الثقه. قلت لي سيدي اجي وان شاء الله الا تفهمنا يكون خير. قال لي ما كوني هانيه، ما يكون غير الخير ان شاء الله. فعلا السيد بقى 3 ايام بالحساب، فهاد 3 ايام كنا كنهضروا انا وياه، قربتو مني قربني منه، عاودت ليه عليا عاود ليا عليه. المهم بزاف ديال الحوايج لقيتهم انا وياه زعما صراحه متفاهمين عليهم. قلت انا توكل على الله، بيني وبينكم ما حسيت معاه حتى بشي مشاعر، عادي وصافي، يعني ماشي حبيته ولا دبت فيه ولا نقول لكم صافي بقيت بلا نعس، فكنت فرحانه وصافي يعني. واخيرا غادي نتزوج ونكملت انا حياتي، مع العلم ان راجلي الاول او الطليق ديالي السابق كان كمل حياته تزوج، وكان ديك الوقيتة عنده بنيته. قلت علاش هو كمل حياته زعما هو احسن مني وانا باقا هكا، خلي انت انا نكمل حياتي اللي جاب لي الله. فعلا هاد الناس هادو غادي يجيو طالبين فيا راغبين، ولكن النار اللي جاو عقوسي كنحس بها بحال ما عجبها حال وغير منخلاني. وساعات ساعات كلي وانا وليدي عزري وليدي ما عمرو تزوج. واحد اللحظه انا قلت لها خالتي راه ولدك تبارك الله واخا ما تزوجش راه ماشي عزري. قلت لي كيفاش؟ قلت لها وسوليه. ايوا قالت لي من دابا بدينا بالهضره. قلت لها واخا تيتي كتقولي ولدك عزري؟ قلت لها وكاين شي واحد دابا باقي عزري؟ قلت لها ولدك راه كان مصاحبو كان كيهضر مالك. قلت لها والمشكل اللي وقع له راه بسبب المراه. ايوا هي سكتت ولبدت وجابت الضم، ولكن حلفتها فيا غير من تحت لتحت. اما بنتاني سمعتني قلت ديك الهضره ما عجبهاش الحال، تمتم غادي تخنزر فيا، وعجبتها بحال بحال عرفتها بحال ما عجبهاش الحال. نقول لامها هذيك الهضره وما ردتش عليها الهضره، ما بغاتنيش نرد على امها الهضره. المهم صافي خطبوني في الدار وجاو الرجال، هما كانوا جاو مع العصر، كان علمني مع 9 الصباح يلا نيضه من الناس. قال لي اليوم مع العصر غادي تجي الوالده اختي، وفلاشيه مع مور المغرب غادي يجيو الرجال، غادي نجي انا ونجي الوالد. قال لي راه غادي نصيفط العشاء ديالي. قلت ليه ماشي مشكل مرحبا. فعلا جاو جابوا لي قسم الله. نط ماما مسكينه كدير العشاء، ماما ما عرفت راسها باش تبلات، قالت لك اودي انا ما فهمتش هاد الجيران فوقاش زعما فوقاش زعما بنتي لهم انت باش بغاوك داكشي. ايوا قلت ليها ماما ما نعرف ما بغيت نقول والو، قلت لك ما شافوني في العرس ديال بنتهم. قال لك ماما نعرف. المهم صافي هضرت معاهم ماما وداكشي. جاو الوالد جا الوالد جا الوالد ديالي وخويا، لقاو الناس عندنا في الدار، هما دخلوا والرجال حتى هما سبعوا جاو كيدقوا، حل لهم الباب الوالد، دخلهم فرح بيهم رحب بيهم عرف سبب الزياره ديالهم. قال لهم الوالده ودي انا البنت كانت ديجا مزوجه وما وقع لها ما وقع لها. قالوا لي حنا ما عندناش مشكل. السيد كيهضر على راسه، قال له عمي انا باغي نتزوج، وتا انا الصراحه ملي كنت مزوج غير انا ما كنتش عاقد، كنت ناوي مع المراه نعقد عليها، ولكن وقع بيناتنا سوء تفاهم وما كتبش الله، وانت راك عارف اوروبا كي دايره النص ديال بنادم تما عايش بلا عقد. قال له عندنا تما كلشي مباح، يعني ما عندكش مشكل عقد ولا ما تعقدش ولا شغلك هذاك. قال لي الوالده ولدي داكشي هذاك اللي فات مات، دابا الا بغيتي تزوج حنا راه عندنا داكشي على الاصول ديالو، عقد على مراتكم مرحبا. قال لي عمي انا باغي ندير الحلال وراني ناوي الحلال الا تعطيني البنيه. قال لي الوالد مرحبا. صافي اتفقوا معاه، شافوه راجل دغري مزيان كيهضر مزيان، راجل يعني اجي مع قلبي خير. كنت فرحانه قد فرحتي بالدنيا، قلت واخيرا نعاود الزوج مع هاد السيد ربما يصدق ليا. فعلا ما جيت نكمل شهر ونص يا خواتاتي حتى كنت في داري، هاد المره ما بغيتش ندير العرس. قلت لهم انا غادي نكتفي غير بواحد الصدقه على قد الحال، نعيط على امامي العائله يحضروا معايا، الله يعاون الله يعاون. قالك سيدي ماشي مشكل. فعلا درت واحد الصدقه بحال نقولوا هاد النهار عقدنا في النهار، مشينا عقدنا تقريبا مع داك ما داك جويه 11 ونص الصباح، في العشيه مع جويه 9 ديال الليل كان جايب الوالد الطلبه، طيبنا شويه الدجاج شويه اللحم، المهم تقريبا 3 المقاس ديال العيالات وجوج المقاس ديال الرجال، هادشي اللي عشينا 5 المقاس بالمجموع. نط مشيت مع راجلي لدارو في الليل، يعني حتى داك السلام على رسول الله ما قالوهاش، دخلوني بالساكوتي، وتا هما كانوا داروا غير صويدقه على قد حالهم، يعني تا هما صراحه ما داروش شي حاجه كبيره، غير هما كانوا داروا الامدح، حنا درنا الطلبه، حنا سكتو عندنا الطلبه، بداو هما في الامدح في الدار ديالهم. المهم بات عند راجلي الليله الاولى ما درنا والو،
قال لي انا راني عيان كنكلا شي حاجه درت له لدياري كنعيان صافي. انا الليله ديال دخلك كما كدوز خايبه كنقول صافي باين العربون باين هادشي هذا. المهم السيد مرض نادو كيطيبوا له في العشوب هذا وانا نسمع قوسي قالت لي ودخلت بالربح تبارك الله باينه دخلتها مباركه مسعوده بقات محشيه محشيه الهضره وقليان السم على الصباح. الصبح ديالي صبحت كتنقر. المهم ما ديتهاش فيها نط انا داك الساعه ماشي زعما نقول لكم راني تعرست ولا تخنست ولا تخنت ولا درت شهر العسل نهائيا. نط اخواتاتي على بصبح نط كنخدم شغلي معاهم دخلت للكوزينه عادي صافي. قلت انا يا داري عكوسي هاد الجيران كنا معاهم شحال هادي يعني ناس قدامين معنا في الحومه ديالنا كنعرفوهم زعما ماشي زعما غادي نجي برانيه ولا شي حاجه عارف اللي كاين. بقيت عايشه معاهم بخير وعلى خير. الشهر الاول داز مزيان نورمال. الشهر الثاني بداو كيبينوا العيب ديالهم. اول حاجه العسكري طلق بحو ما مزيانش ولا كيضرب المدام وكيصيفطها عندنا للدار. السيده اللي جات خطبتني اول مره ولات كتجي غضبانه عندنا. في الاول كنت انايا زعما كنحسن نعاونها حيت هي كانت كتوحم هو كاين داك القضيه ديالو توحم عليا توحم عليك ما عندوش معاها ايوا غير هضره جوج كيلقم لها كيعطيها حتى كتجي عندنا زرقاء تصورو دائما وجهها زرق دائما عينيها زرقاء. السيده مي جات لقات خوها معايا مزيان زعما الصراحه راجلي كان معايا مزيان يعني كيعطيني حقوقي من جميع الجوانب وبزاف ديال الحوايج كان كيعاود ليا كيقول لي غادي نديرو غادي نفعلو ان شاء الله غادي نديرو دارنا ما غنبقاوش هكا غير يعول خويا يتزوج ان شاء الله غادي نفرق لك معاه. كان عنده واحد خوه يعني في سن الزواج كل مره كيقولوا له نتزوج قال لي ان شاء الله قبل ما يتزوج ويجيب مراتو حنا غادي نخرجوا. المهم كنت عايشه معاهم كنقول انا يعني ما غاديش نبقى معاهم حياتي كامله وداك المشاكل اللي كانوا كيوقعوا ليا مع راجلي الاول كنت كنتفاداهم باش ما يوقعوا ليش مع راجلي الثاني. ولكن اختو ولات كتغضب وكتجي عندنا السيده كل نهار جايه كتبكي وتدمع. المهم مره كانت كتجلس سيمانه ويجي رغبها يديها مره كتجلس 3 ايام يرغبها ويجي يديها. من بعد السيد صافي جات غضبانه ما بقاش جابها مع العلم داك الوقت كانت حامله بخمس شهور. ايوا السيده غادي تحري العيشه ديالي مع العلم انا ما كنتش كندير لها حتى شي حاجه. وزيد واحد القضيه واحده اخرى هو عيا فيا قال لي غادي تحملي قلت ليه لا انا ماشي دابا نحمل بلاتي عليا بغيت نعيش معاك شويه حياتي ما بغيناش نسبقكم الحمل هو الاول. ها انت تشوف اختك حملت وسبقت معامها الاول بالحمل ها هي دابا نديرو نجي مع راجلها. قلت ليه تمتى مع راسك معايا ومن بعد نديرو وليداتنا. احترم الراي ديالي قال لي صافي ماشي مشكل اللي تشوفيه. قلت ليها سيدي هادشي اللي كنشوفو انا في الصالح ديالنا والله اعلم. بقينا هكاك يا خواتاتي عايشين فيما يرضي الله. ولكن اختو كانت كتجي دائما منقصه مني دائما حاشيه الهضره فيا خصوصا الا شافتني خارجه انا وراجلي. ديك النهار ديك كتكحل عليا الدنيا ديالي. عكوسي حتى هي ولات كتشحن بالطاقه السلبيه من عند بنتها مي كتجي وهي بكي 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 مي كتشوف انا راجلي كيتعامل معايا زوين ما كانتش كيعجبها الحال كتقول لك ما يتعاملش معاك زوين بعدا غير على وجه اختو حيت اختو مشكله مع راجلها خصو حتى انت يتعامل معاك خايب باش ما تحسش بالنقص. كنقولها خالتي نعلي الشيطان. واحد النهار تصورو جا مسكين دخل جاب لينا شي تويشيات جاب لي انا جاب لختو جاب لمو. انا ديالي تبارك الله جات حسن يعني فاش لبستها جات قدي واحد التويشي هكا دلبس بيجامات جاب لختو حتى هي بيجامه ولكن اختو معاها كانت حامله ما جاتش قدها هي جاتها زوينه غير هي ما جاتش قدها. وانا قلت لها ودارتها فيك الكريشه فلانه وهي تطلق بيا ليا بواحد اللسان. قالت لي ماشي دارتها فيا الكريشه دارها فيا عقلي وزهري حتى انا كان عندي راجل وسيد الرجال كان مبرعني وما كانش كيجيب لي الشرويط بحال هذا. قالت لي صافي هادشي علاش قدرك الله اخويا هي جايب لها بيجامه سويه الثمن وانا جايبه لي شرويطه. بقيت انا غير كنشوف اما خوها دار في واحد الدره الزمان. قال لها علاش الشيطان سدي فمك والثمن ديالهم راه بحال هادي بحال هاديك بحال هاديك يعني جاب لينا ثلاثه وحده ليلي وحده لمو وحده ليا هي يوم ما خلاتش لخويا خوها ايوا يا خويا وانا ما كنتش عارفك بحال هكا هذا هو مضوني فيك اخويا وحرام عليك وانا زعما راني غير محقوره وانا راني وليت بلا راجل وانا عاد نتهجو انت اخويا ديها فيا. المهم ما خلاتش لخوها ايوا غير تمسك الاعصاب ديالو نخرج داك الليله ما جات حتى الوحده ديالي مي جا هو كيربر. المهم السيد داك الوقيته هذيك العلاقه ديالنا بدات كتوتر اما انا بقيت غير بزاف بلاصي. قلت لها هاكي هادي اللي عجبتك انا ما عنديش عندي بحال بحال. قلت لي لا وانتي سليعفانه وكتبيني راسك زعما بريئه قدامه وراه الجمع اللي بنيتي انا اللي قريتي فيه انا بنيته وانا دايزه كلتا حراميات. قلت له اختي انتي فيك تحرميات وكتعترفي بها انا اختي ما فيهاش تحرميات.
تزايدنا انا ويا بنادره انا تعكوسي قالت لي جمعي هاد القش كلها هزي راسك سيري فحالك لدار باك. جا جا راجلي قال لها ايوا ما تمشي عند والديها انا فين نمشي؟ قالت لي انت جلس عند والديك. قال لها هذه راه مراتي امي واش نسيتي؟ ايوا قالت له هز عليا الكلبه ديالك وسير. المهم راجلي بغى يموت بالفقيس خرج للقهوه ما جا حتى الوحده ديال جاني لقاني مازال ناعسه مازال فايقه كنتسناه مازال ما نعس. قلت لي شنو كاين؟ قال لي والو غير نعس علاش باقا فايقه لدابا؟ قلت لي لا ولكن هذا الشيء هذا راه ما خصوش يوقف هنا راه ماك راها جرات علينا واش غنبقاو حنا هكا؟ قال لي شوف بنت الناس الله يرحم ليك الوالدين ما تحمقينيش خليني الناس ومن هنا لغدا يحمى الله. صافي من ديك الليله وحنا وياه انا وياه في المشاكل. ايوا محمد الله وشكرو حتى فرقوني عليه. بقاو يحفروا 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 ما جات بنتها تولد وتجيب المزيود ديالها حتى كنت انا طلقت. وتصوروا يا البنات تدوزوا عليا تماره ديال السبوع كامل سلو ديال السبوع درته بوحدي الحلوه ديال السبوع درتها بوحدي تماره كلشي درتها بوحدي عرفتوا راه قنطار ديال الدجاج اللي جابو صاوبته بوحدي. العكوزه دايره ليا بحال شي وحده خدامه جرتيله عندها. اما راجلي في الاول كان كيدافع عليا في الاخر كنحس براجلي مسكين بحال اللي منكم فاش كنهضر معاك يقول لي اختي ما عندي ما ندير لك تصبري صبري ما تصبريش هضر باك سيري ليها والاخر اخواتاتي حفروا عليا حتى لواحد النهار لضنا زيدنا انا ويا بالهضره طلقني قال لي راكي حرامتي عليا قد ما حرمت امي سيري بحالك. سمعوا الصداع الوالدين ديالي حيت حنا كنا غير جينا بنفس الحومه الغوات والصداع نوت كانت ناتفه انا وداك لوسي كانت عاد نفيسه نوضنا كانت ناتفه انا وياها ناطيه شدت في شعرها بدات كتغوت عكوسي بدات كتغوت. المهم داك الحومه كامله تقلبت علينا. جا الوالد مسكين كان خرج مشى صلى العشاء وجا جاي لقى الحومه مقلوبه في الدار والغوات وسمع الصوت ديالي مسكين مع كانوا تحاماو عليا في الاول ما طلقوا مني حتى دخل الوالد ديالي. العكوزه رخات عن قجرني طاو تلتخات قالت لهم سخفات والاخرى شاده في شعرها كتغوت قالوا لهم بنتكم تعاونت علينا. قلت لهم ملي تعاونت انا ملي انا تعاونت عليكم انا غلبتكم بجوج بيكم انا غادي نمشيو نديرو فحص عند الطبيب وغادي نشوف ديرو سيرتيفيكا. ايوا هي داك الوالد ديالي مسكين بقى غير كيشوف هزني وداني للمستعجلات لقاوني معضوضه مضروبه في يد الضرب انا اصلا ما كنتش حاسه به تبرد في يد عاد وليت كنحسب بالترابي. ايوا تما غادي ينوض خويا ليهم ما خلالهمش قالوا لهم واش حنا مجوجوكم للمراه ولا مجوجينكم بحشره؟ هاد المره الوالد ديالي مسكين ما قدر يقول والو حيت في الاول فاش طلقني من الراجل الاول بقاو كيلوموا قالوا ليه نتايا حرتي البنت كخليتيها تصبر. هاد المره ما بغى يقول والو خويا هو اللي تكلف قال لي والله عنده ما تبقاي ونحس براسي انا نخدم غير عليك انتيا ومادام ما ولدتي معاه الولد البنت الحمد لله وشكره. ايوا عاوتاني ولينا في الاجراءات ديال الطلاق عطاني الحقوق ديالي وجيت جلست في دار با. ولكن ما نكذبش عليكم اخواتاتي بغيت نحمق بغيت نتسطى راني هبلت هبلت ما صدقليش الزواج الاول ما صدقليش الزواج الثاني صافي قلت انا ماني ياك ما انا اللي منحوسه. هنا الوالد قال لي شوف بنتي هزي راسك وسيري عند عمتك فلانه كانت عمتي ساكنه في سله قال لي سيري عندها بدلي عندها الجو. خويا ما عجبوش الحال قال له علاش تمشي هي عند الناس خليها تجلس تربى قال لي غير خليها تمشي تبدل الجو راه هي انا خليها تمشي. فعلا الوالد ديالي مسكين قطع عليا التران وصيفطني وقبل حتى ما نكمل العده ديالي حيت صافي سالينا الاجراءات ديال الطلاق. انا راجل الصراحه الثاني والله ما سخيت به ولكن مسكين بان لي ماشي لخاطرو الصراحه ما عمر ما سمعت منه الكلمه ديال العيب حتى داك الطلاق اللي نطق به والله ما لخاطرو. صافي هي هذيك هزيت راسي مشيت عند عمتي سلا الحمد لله استقبلتني احسن استقبال كانت في خبرها شنو داز عليا ما عاودت لها بقات مسكينه غير كتشوف قالت لي نوضي ديري باك ليبر ونوضي كملي قرايتك ونوضي دبري على راسك تخدمي مع هاد عمتي تاهي مسكينه موظفه راجلها موظف عندها جوج بنات هما اللي عندها وحده كانت كدير الماستر في واحد المدينه وحده كانت كدير كتستاجي على واحد الخدمه كانت عندها ولكن ماشي في سله كانت في الرباط كانت كدير لا نيفيت ما بين الرباط وسله. المهم كانت تقريبا غير هي وراجلها ومي شافتني جالسه وقنطانه قالت لي نوضي ديري باك ليبر. فعلا كان قريب الدخول المدرسي مشيت تسجل بدات باك ليبر بديت كنبريباري عاوني راجل حيت هو استاذ جامعي كان كيتعاون معايا الحمد لله قريت داك العام هذاك الباك درتو عند عمتي ما بغيتش كاع نرجع لدارنا حيت اصلا انا ومرات خويا ما كنتفاهموش. صافي هي هذيك حتى الوقيته اللي غادي دير اختي العرس اختي الكبيره جاو فيها شي ناس خطبها واحد السيد مشات تزوج على راسها دار الدار رجعت عند عمتي كملت قرايتي خديت الباك ديالي بواحد النقطه اللي زوينه بزاف وهنا عمتي غادي تفرح بيا وغادي دير لي واحد الحفله حيت انا كنت كنقول لها واه عمتي راسي راه عامر بالمشاكل واش كتعتقدي انا غادي نقرا وننجح؟ كانت كتقول لي شوفي بنت خويا حتى شي حاجه ما مستحيله عند الله تكون عندك غير العزيمه والاراده وان شاء الله ما يكون غير الخير.
فعلا عمتي مسكينه غادي دير ليا واحد الحفله وغادي تعرض لا فامي كامله حتى لا فامي ديال راجلها. الزوج الثالث غادي يكون من العائله ديال راجل عمتي. الزوج الثالث غادي يكون كيجي لراجل عمتي بن ولد لوسها، يعني ولد لوسها، يعني هو كيقول لراجل عمتي خالي. المهم هاد الناس هادو جاو يحضروا في الحفله ديالي، بطبيعه الحال كانوا جاو عندي توالديا، جاو من المدينه ديالنا، جاو حتى تما باش يحضروا للحفل ديالي. عمتي مسكينه الله يكثر خيرها دارت لي واحد الحفل زوين بزاف، فرحات بيا بحال بغات تخرجني غير من داك الحاله الاكتئاب اللي كنت كنمر بها. رغم ذلك مسكينه ما دازتنيش نهائيا، واخا كنت كنعاني في صمت كانت حاسه بيا. صافي فاش جاو شافوا الحفله وشافوني انا عجبتهم بزاف. ايوا الدري غير شافني سالو ريوقوا عليه، سبحان الله من طبيعتي انا كيبغوني الرجال ولكن عائلته ما كيحملوني ما كيقبلوني. السيده بغاني وتسطع ليا ولكن مو ما عجبهاش الحال، حيت مو كانت كتجي عندنا مره مره وكنعرفها، يعني كيف ما قلت لكم هي اللوسه ديال عمتي، هي عارفه الاستوار ديالي وعارفاني انني مطلقه وهادي وهادي. ايوا غير قال لهم ولدهم انا بغيتها، قالت ليه لا ولدي السيده راه فيت مزوجه جوج ديال المرات. قال له اذا كانت مزوجه ثلاثه ديال المرات ما عنديش مشكل. قالت له ولكن ما تنساش ولدي انت راك باقي عزري. قال ليها ما عنديش غرام ديال المشكل، داكشي كيبقى مكاتب وسبحان الله العظيم مسكينه كل لقات الربح ما غاديش تطلق. المهم هادشي كامل كتعاودوا ليا عمتي حيت هاد الحوار داز كامل قدامها. المهم فاش بغات الدري يتزوج بيا جات هذيك لوسه هضرت مع عمتي قالت لها الله يرحم ليك الوالدين هضري مع ولد لوسك راه شنو شنو. كانت هضرت حتى مع اخوها قالت لي هضر مع ولد اختك راه شنو باغي شنو باغي. وقال ليها ودي شنو غادي نقول لك، هاد المسائل بحال هذا ما نقدرش ندخل فيهم، بغا البنت خلي راه سبحان الله العظيم كل واحد مع من كيرتاح. وزيدوا ليا واخا تزوجت راه ما طولتش مع رجالها وراه مسكينه تا يوقعوا لها ظروف وهذه وهذه وهذه. المهم هي ما بغاتش في الاول وهادشي غادي نعرفو انا من بعد، يعني هادشي كامل دار وانا ما كايناش. ايوا تا قنعوا الام وقنعوا الاب حيت الاب كان رافض الفكره ديال ولده انه يتزوج بوحده مزوجه جوج ديال المرات ومطلقه. وما قلت لكم كلشي خدام كلشي موظف من طبيبهم حتى المحاميهم، يعني عندهم كلشي موظف في العائله المخزن. مشيتي للقانون تلقاو الموظفين، مشيتي للتعليم تلقاي عندهم موظفين، يعني العائله ديالهم كلشي كلهم على بعضهم موظفين خدامين على ريوسهم. المهم فاش قنعوا الام جاو خطبوني داك النهار، داك اللي جات غير الام ديالو واحد اختو جاو عند عمتي على اساس باش يهضروا معاها عليا. الام ديالو بانت لي بحال ما عجبهاش الحال. انا فاش قالوها لي بقيت غير مصدومه حيت ما كانش عندي الخبر صراحه. عمتي والله ما قالت لي شي حاجه، كانت باغا تعرف رده الفعل ديالي كي دايره. انا هاد المره ما نكذبش عليكم البنات ما بغيتش نتزوج، قلت مادام انا الزوج الاول ما صدقليش والثاني ما صدقليش ما غاديش نغامر، ولو انني الفكره ديالي ان ماشي الناس كلهم بحال بحال، ولكن بيني وبينكم كنت مضروره ديك الوقيته. ويلا خرج واحد التجربه زعما ماشي بزاف، راه عام تقريبا عام ونص ما كاملاش اصلا عام ونص. راه في الوقيته اللي كنت انا مشيت عند امتي كانت العطله ديال الدراري، يعني كانت العطله مدرسيه. فاش جلست من عندها داك الشهرين تقريبا ونص كان رجعت القرايه، رجعت ليا لمجاريها. الوقيته اللي قريت فيها انايا المهم مع ديك الحفله اللي درت ما شافوني بقاو مورا غير شي شهرين ونص جاو كيخطبوني، ما كاملاش ما قلت لكم العام ونص. فاش جاو هضروا معايا على هذا الموضوع بيني وبينكم في الاول رفضت، قلت لها لا خالتي سمحي لي ما بغيتش. ايوا قالت لك بنتي كلشي بالمكاتب، ما بغيتيش ماشي مشكله يسهل عليك. ولكن عمتي خلاتو مشاو ولات كتقنعني قالت لي شوف الهبيله اصلا راه هي ما باغياكش، وكيفاش كيفاش لافير لافير بقات كتعاود ليا. قلت له عمتي انا راكي شتي المشكل اللي كان وقع ليا مع العجوزه الاولى والثانيه وولادهم، ونزيد انا عاوزاني الثالثه. قالت لي شوفي الدري راه الله يعمر هضر، والله ما غيخصك معاه حتى شي حاجه، توكلي على الله ونوضي ديري الدار ديالك. ولي نفرض كاع ما صدقش هذا الراجل وما صدقتش مو واخته وعائلته كامله، طلقي وتزوجي الرابع والخامس والسادس شنو خاسره؟ ها انت كتبدلي في الرجل بحال اللي كتبدلي في صبابطك. بقات كضحك، قلت لها والله عمتي غير ما مجرباش وهو كي واخد الامر زعما بالزعقه وصافي. قالت لي شوفي انا ما بغيتكش تضعافي، مشى كلب يجي كلب. ايوا بقات كتقنع فيا عمتي صافي توافقت. عيطت عليها قالت لي ايوا راه البنت راني هضرت معاها وراه دارت عقلها وراه قالت لكم مرحبا بكم. ايوا هي واخا قالت لها واخا ان شاء الله بحال هذاك الشيء غير فوق النفس. صافي فعلا داكشي اللي كان، كانت عمتي عطاتني النمره ديال ولد لوسه اللي هو الزوج ديالي الحالي، قالت لي تفاهمي معاه في التيسع وشوفي شنو غيكون بيناتكم وشنو غادي يدور بيناتكم من بعد داك الساع زعما نفضوا المسائل مع والديك. قلت ليها واخا. انا في الاول ما بغيتش نهضر معاه، صونات عليه قالت لي راني عطيتها النمره ديالك ولكن راه حشمانه ماذا بك تصوني عليها. عطاتو النمره ديالي صون عليا تنتم هضرت معاه قالت لي عمتي انت سير تدخلي البيت كودري مع خودي راحتك.
بس زعما تعرفي تاخدي راحتك معاه في الهضره. بدينا كنهضروا قلت ليه انا راه مطلقه جوج ديال المرات. قال لي شوفي يا بنت الناس، انا الله يجعلك تكوني مطلقه 20 مره ما عنديش مشكل، انا المهم عندي انني شفتك عجبتيني دخلتي ليا لخاطري. قلت ليه باغا نقرا وباغا نخدم وباغا وباغا وباغا. قال لي شنو بغيتي تقراي؟ قلت له ما كرهتش ندير الماستر. قال لي شوفي انا معاك في اش ما بغيتي ولكن درتي جامعه. قلت ليه مازال. قال لي وديري الجامعه بعدا ويكون خير. فعلا شجعني قال لي قري الجامعه ديالك وان شاء الله ما يكون غير الخير. قلت ليه واخا. تفهمنا على ادق التفاصيل من بعد غادي يجيبوا الخطابه ديالهم. عمتي غادي تعلم الوالد الوالده جاوا لتما. واخا الوالد هذه المره ما مقتنعش بزواجي وقال لي بنتي من الاحسن جلسي في داركم، ما يعني ما تزوجي ما ديري حتى شي حاجه، اجي جلسي في حالك في داركم ودبري شي خدمه تما وانتي معانا في وسط منا. من بعد ما تخدمي وديري تنتيا الخدمه ديالك في يديك وديري صاليرك في زبزطاك، داك الساعه يكون خير في الزواج، باش انتي اصلا ملي تمشي تزوجي ما تجلسيش مع العجوزه في الدار. قلت ليها بابا انا عمتي شنو قالت لي شنو قالت لي. هضرت مع عمتي قنعاتهم، المهم ما قالوا والو. جا السيد خطب، كانت ديك الساعه جات غير الام ديالي والاب، اما خويا ومراته كانوا خدامين ما جاوش. صافي هضروا في الضوفيه في كل شيء، اما الام كتبان بحال ما عجبها حال، وخا الوالد عاقب بها وحتى امي شافتها بحال ما عجبهاش حال. قلت لهم ماشي شغلكم، انا غادي ماشي شغلهم، انا غادي نتزوج بالولد ماشي بوالديه. صافي ضربت لسقط، ما بين عاوتاني الخطابه والعقد والزواج ما كملاش حتى ثلاثه السيمانات، خفن زربان داكشي درناه سير بلاص. صافي تلقيت راسي مشيت عاوتاني تزوجت، وتزوجت هاد المره في الصيف، يعني كانت العطله الصيفيه. هاد المره صراحه دوزت شهر العسل زوين بزاف، كان داني راجلي ما خلى بيا حتى شي قنت. مشينا تسارينا المغرب كامل، ما مشينا حتى عند شي واحد من العائله ديالو، كنا كنمشيو للوطيلات. تبارك الله لاباس عليه وعنده فلوسو عنده رزقو. فطحني تفطح مشيت العيشة زوينه وكلشي كاين. قلت انا علاش غادي نوض انايا حيتكم نحفي راسي انا بالقرايه، خليني نجلس ناكل مرزق راجلي واللي فيها الخير الله يجيبها. صافي ملي جبد عليا الموضوع ديال القرايه قلت لي ما بقيتش باغا نقرا. قال لي درتي الخير في راسك، ولكن هاد المره البنات ما غاديش ندير بحال المره اللي دايزه، غادي نوض نحمل وما استعملت حتى شي مانع الحمل. تورت معاه قال لي ماشي مشكل مرحبا. ايوا هي هذيك الوقيته اللي كنت انايا يعني معاهم في الدار، كانت عقوسي الصراحه كتعامل معايا زوين حيت راجلي داك الوقيته كان في الدار معانا، غير هو جات واحد الخدمه وجات واحد السفريه برا المغرب والسيده تقلب معايا عافته 180 درجه. داك الوقيته انا كنت حامله والله ما كنت عارفه راسي حامله، كانوا عندي ثلاثه الاسابيع. نطقت كتقلق ليا في ودني علاش، حيت صبحت مريضه ما قديتش نوض. نوض تقريبا حتى شي 10 ونص. نوض بقات كتنقر عليا قالت لي ياك ما حسابك دابا راه عندك لوطيل تنوضي فوقاش ما بغيتي وتقي الفطور واجد فوق الطبله. قالت لي نوضي لالا تشقي الشقه ديالك وبارك عليا من الوش وبارك عليا لالا متشخري وبارك من الفشوش الخاوي، ما تنساش راكي دوزتي جوج تزويجات وكل تزويجه هي تزويجه وتجي دابا تخنتي عليا انايا. قلت لها من عاوتاني الصبح لله اشنو كاين ياك لاباس؟ قالت لي لا ما كاين باس، غير نوضي تخدمي لالا شغلك ما عندكش خدامه هنايا. قلت لها لالا ما قلتلكش خدمي عليا انا مريضه ما قديتش نوض. نعاد كنهضر معاها نوض كانت قيعت وجاتني الدخه تحت من السما للارض، هي تخلعت عليا كنسمعها كتهضر معايا وكتنوضني حيت كانت كتموت من ولدها بالخوف. راجلي شخصيته قويه وماشي داك من داك النوع ديال الرجال اللي زعما كيخلي الوالدين ديالو يفرضوا عليه الشخصيه ديالهم، لا محترمهم وعزازين عليه وكيتهلا فيهم، ولكن كان دائما كيدور فيهم. مع العلم ان شيخي وعقوسي ما كانوش كيتحاملوا بيناتهم، ما كان كيقبلها ما كان كيحملها. هو مي كانت كتطلع له الدم شنو كيدير؟ كيهز راسو وكيمشي لبلجيكا. هاد الشيخ تبارك الله عليه تقولي انت عنده 20 عام في عمره داير بحال العود، قبلك غير السره والجين الحوايج اللي كيلبس هو والله ما كيلبسهم راجلي اللي باقي يجون. السيد مهلي فيه في راسو وبخير وعايش حياته، اما هي بحال محرومه من داك الجهه داك، وكانت كتغير عليه وديك الغيره ديالها عليه كتخليه انه ينفر منها. هو حتى هو كانوا عيناتو زايغين تصورت مع اختي الصغيره، والله الا كتعاود لي اختي كون كانت شات شي وحده وقالت لي نقول راها كتكذب. قالت لي الشيخ كي اختي عينيه زايغين حيت اختي مسكينه من بعد غادي تجي تجلس معايا مي شافوني حامله وكانت حمجاني الحمل صعيب جات جلست معايا. وكان هاد الشيخ والله العظيم الا كيصيدها تما هزت راسها ومشات رجعت بحالاتها. قالت لي لا لا يا خيتي شي نهارين نوضي ليا الشيخ كيدير فيها شي كارثه خليني نمشي بحالي على دارنا. فين اختي مشيت بحالاتهم تما عرفت ان شيخي عينيه زايغين، وداك الشيء علاش عكوسي ما كتفهمش هي وراجلها، وكان دائما كيسمح فيها ويمشي يدوز ليالي حمراء مع القوريات وتا كيشبع ويقنع ويتكرع عاد كيجي عندها.
ملي كيجي عندها ما كيديهاش فيها نهائيا. ايوا كانوا ديما شد لي نقطع لك، اما راجلي ديما كيدور فيهم جوج بيهم، كيقول لهم شفتوه هترتو وديروا عقلكم. ايوا هي ديك نكمل لكم، ملي سخفتو طاحت بقات كتنوض فيا كتنوض فيا، من بعد هز التليفون سمعتها كتعيط لها شيخي. ديك الوقيته كان في المغرب، كان كيخرج كيمشي عند صحابو، جا كيجري هزوني في الطوموبيل داوني غير بالبيجاما ديال الدار. فاش داوني للطبيب دوزوا لي داوني صراحه غير المستعجلات، شافوا لي الضغط شافوا لي كلشي، لقاو عندي يعني الضغط هو هبط ليا بزاف. فاش داروا لي التحاليل لقاوني بلي حامله. داك شايف باش فقت ديك النهار هذاك النهار كامله مسروده. ايوا هنا فين غادي نعرف عقوسي كتموت بالخوف من ولدها. ايوا صافي غير خرجوني في العشيه بقات كترغبني كتقولي عافاك عندك تمشي تقولي لولدي اشنو كاين اشنو كاين، عافاك بنتي الله يرضي عليك انا راه ما قصدت والو. صافي قلت الحمد لله لقيت لك يا عقوسي العزيزه نقطه الضعف ديالك. ايوا السيده بقات كترغب وتاوك فيا. مع راجلي كان كيصوني وما كنتش كنجاوبو، ملي صونا عليهم قالوا لي حقا مراتك سخفت وطاحت وردينها للطبيب وراه لقيناها حامله. ومع الفرحه زعما ما سولوش ما حكرش. ايوا صافي ملي لقيتها كتخاف من ولدها بزاف صافي قلت انا نشدها من الدبره. صافي بقيت انايا هكاك حتى لقاتني الام ديالي مسكينه عيانه بزاف، صيفطت لي اختي، صيفطت لي اختي ما بقاتش تجلس معايا، مشات بحالاتها دوزت معايا 20 يوم ونات مشات بحالاتها. اما عقوسي حبيبتي مي كيكون راجلي كدير لي بحال المال القليل، والسيده كتبغي تحزمني وتضر بيا. مع تبارك الله انا مي كنقول لكم عقوسي ماشي تخيلوها عن العجوزه اللي كدير جوج شدات شي على شي ودير لك مثلا بيجامات ثلاثه ديال البيجامات شي فوقتي، ولا والعجوزه كلاس يا لاله الشعر مصبوغ الضفران مصبوغين والحواج بيا البنات غير خويط، والله ما كتصلي ولا كتركع فيها، ومن داك الناس الكلاس 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 راكم عارفين بلا ما نقول لكم. ايوا عقوسي قلت انا يا ملي شفتها اول مره هكا قلت انا فرحت، قلت انا غادي نتفاهموا انا وياها. سيده تبارك الله باينه فيها قاريه وواعيه وديال الوقت يعني ما لقاش معاها مشكل، ولكن السيده طلعت كتغير لكم مني. تصوروا واحد النهار وهي تقول لي مالك انت على هاد التدواج ديال دائما، حاولي على راسك راكي حامله عندك طيحي بنادم. اي هاي السيده انت اش دخلك فيا؟ صراحه ما جاوبتهاش ولكن غير بيني وبين راسي بقيت كنهضر ما ديتهاش فيها. من بعد غادي نعرف بلي عكوزي فعلا كتغير مني، والله العظيم الا كتغير مني. تصوروا واحد النهار جات عندي دقت عليا، حنا ناعسين انا وراجلي، دقت عليا كنا انا وراجلي داك الليله قصارين عطينا للضحك والهضره راكم عارفين. دقت عليا راجلي بدا كيشوف فيا انا كنشوف فيه وكيشوف فيا، معلم داك الليله هذيك الاولى اللي غادي يدوز معايا كان غاب عليا شي 13 يوم. مي جا السيده غير صافي حس بينا راه حنا عايشين وهي تجي كتدق علينا. ملي حليت لها الباب قالت لي كلمي لي ولدي. انا حليت لها الباب كنت لابسه واحد البينوار هكا سومي جدوني في الاحمر ولابسه لبست البينوار ديالو وسترت راسي. حليت لها قالت لي ايوا نتوما عاطينها للسهرات والليالي الحمراء وانا راني كنموت. قلت لها بالي موتي ها القبور. قلت لها شنو خالتي شنو بغيتي؟ قالت لي كلمي لي ولدي. عيطت عليه قلت لي فلان تكلم لامك. قال لي تسناي هو عاد كيلبس حوايجو باش يخرج عندها. وهي تقول لي هو دغيا ولدي دغيا راني مريضه وراني محتاجه. قال لها تسناي الوليده مالنا عاوتاني الليل هذا. ايوا جا عندها قال لها مالكي؟ قالت لي راني عيانه بغيت نمشي للطبيب. قال لها اين الطبيب اللي غادي نلقاو خدام؟ قالت لي راه كاين البيرمانوسه ولدي يلاه تديني. قال لها فين راه بابا؟ قالت لي باباك راه ما بغاش يمشي معايا يلا تمشي معايا انت. ايوا راجلي ما لقى ما يدير، هز راسو لبس حوايجو مشى الليل كامل هو معاه في ديك المستعجلات، لقاوها عامره شي ناس كانوا داروا شي قصيده شي 11 ديال الناس اللي ماتوا ديك الليله. ايوا قال لك راجلي تصبح الحال عاد جبتها فين ما كيقول يلاه نرجعوا للدار راهي لا صافي لا ترخفتي يلا ندير لك الدو غير من الفرماسي. كتقول له لا وليدي انا راني مريضه وعيانه احكر شي احجنبي احراسي. ايوا دوزتها عليه داك الليله في الاخر صافي دوزها الطبيب قال لها الحاجه ما فيك والو راه غير الشرف بهذيك وصافي. ايوا بقات غير كتشوف ما لقات باش ترد على الطبيب عطاها شي دواء مشى راجي شرا لها هذاك الدواء هذاك صراحه والله ما استعملاته والله ما جا في كرشها. المهم بقينا هكاك تقريبا واحد السيمانه. واحد النهار كان راجلي جاب ليا واحد البارفان زوينه كان جاب لها وحده هي وجاب لي انا وحده وهذيك ديالي غاليه على ديالها حيت هي اصلا كتستعمل داك النوع. اما النوع اللي جاب لي راجلي انا جابولي على ذوقه. قال لي هاكي ديالك قال لامو هاكي ديالك انتيا معليم. كنت ساكنه غير انا وشيخي وعقوسي في الدار عنده ثلاثه ديال خواتاته مزوجين جوج كاينين على برا وحده كاينه في المغرب عنده جوج خوتو كاينين بجوج بهم على برا هو كيمشي لبرا كيجي للمغرب. المهم شدت هي الريحه ديالها البارفان ديالها شديت انا البارفان ديالي قالت لي رشي لي شويه هنا رشيت لها قالت لها قالت ليها وليدي هذا احسن من ديالي. قال لي انت يا ماما راه كيعجبك هذاك انت مولفه تقولي لي جيب لي هذا ودائما كنجيب لك شي حاجه كتقول لي لا اولدي بغيت انا غير البارفان ديالي.
وقالت لي ماشي مشكل حتى المره اخرى. شديت البارفان ديالي درته في بيت النعاس ديالي، دوزنا 3 ايام بالحساب واحد النهار يجي عندي. قالت لي فلانه، قلت لها نعم خالتي. قالت لي ممكن ما تبقيش تقولي لي خالتي. قلت لها شنو نقول لك امي؟ لا لا، بديت كنضحك. قالت لي لا، قولي لي غير مدام فلانه. قلت لها ماني انا راني خدامه عندكم، بقى نعيط لك مدام. قلت لها شوفي شوفي بركه ما تستري عليا، تبارك الله كبرتي وراكي عيشي لاج ديالك. قالت لي ماني كبرت قد امك. يا ويلي من هذه الشوينغوم على اجبد امي في الكلام. مهم ما درتيش عليها، حيت عارفه درتيت عليها غادي نجبد لراسي الصداع وصافي. حيت دائما فاش كنتشكل راجلي كيقول لي الله يرحم باك، حاجه وحده اللي ما نبغيهاش انا فيك كثرت الشكوى. واخا تكوني بينك وبينها ضربتو ضربو ضربك وضربيها ماشي سوقي، ما تجيوش تشكاو عليا بجوج بيكم. حيت راجلي كان شابع شكاوي من عند مو وباه، هو كيشكي عليه مو كتشكي عليه، كيقول لي ما تشكيوش عليا طيبتو لي قلبي. داكشي علاش راجلي ما كانش كيعجبني هاد القضيه فيه. ماشي يجي معاك ويقول لك صبري وهادي وهادي، لا نهائيا، كيقول لك ما تجيش تشكي عليا صافي، ما كنقدر نقول ليه والو. شحال من مره كيجي كيلقاني كنبكي غير كيجي كنمسح دموعي ما كنبين قدامه والو. راجلي خصك تبقاي ديما ضحكالو، ما تبقايش تخوبشي في وجهو، حيت كيقول لك انا كندخل لداري باش نرتاح. تغوبيشه خليها لالا في الكوزينه ودخلي عندي استقبليني انا بالضحكه ديالك ماشي بالتغوبيشه ديالك. واخا يكون فيك الموت باني كضحكي. هادي الحاجه الوحيده البنت اللي لاقيه معاها مشكل مع الزوج ديالي. المهم السيده داز قلت لكم واحد 3 ايام بالحساب، هي جات عندي لبيتي كتدق عليا. واحد النهار بعدا كنت خارجه انا وراجلي نتعشاو على برا، وكانت بغات تلصق فينا. غير هما عندهم واحد الطبع ان خرجت انا وراجلي صافي ما عندهاش حق تخرج معايا، خرجت هي وراجلها ما عنديش حق نمشي معاها، وهي ما كرهتش تمشي معانا. المهم جات عندي هي دارت السبه باش تعرفني انا فين ماشي. قلت لها حنا فين ماشيين فين ماشيين. قالت لي ممكن تعطيني البارفان ديالك نديرو. قلت لها اه خالتي ماشي مشكل. ديتو لها نحسب لها ترشي على حوايجها وتردو ليا. قالت لي شوف انا نمشي نلبس ونقات، انا غادي نخرج انا وعمك فلان نتعشاو، الا بغيتو نمشيو مجموعين. ولدها نطق قال لها لا ماما انا البلاصه اللي ماشي ليها ما كتعجبك لا انتي لا بابا. صافي دات البارفان بقى عندها حتى انا مشيت خرجت. لقاتني لابسه رش انا البارفان ديالي، خرجنا انا وراجلي. ايوا دابا ترجع لي العكوزه البارفان، دابا ترجع لي العكوزه البارفان. المهم ما رجعتوليش، انا نسيتو، كانوا عندي شي 6 الانواع كندير منهم. بقينا واحد الايام بحال هكاك تقريبا غير شي 10 ايام ماشي بكامله. شيخي قال لك غادي يمشي لبلجيكا عند واحد صاحبو تما، دخل يدير واحد العمليه وبغى يمشي يشوفو. هو الصراحه ما كاينه لا عمليه لا جوج، غير كيدير السبه وصافي. كل مره كيخلق لينا عذر باش يمشي عند صحاباتو يعيش الحياه ديالو. ايوا تعطل، كان قال لي غادي نجلس غير واحد السيمانه ونجي. والسيد 20 يوم تم هو تما وما جاش. انا صافي السيده شهر باش عطيتها البارفان ما رداتوليش. واحد النهار توحشتو وسولني عليه راجل هو اللي فكرني. قال لي فلانه، قلت ليه نعم. قال لي فين البارفان الفلاني؟ شتك ما كديريش. قلت له ودي منين طلباتو لي ماما كداك النهار؟ قال لي جيبيه عليها. قلت لي حشمت ويا ما رداتوش. قال لي لا 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 جيبيه عليها. قلت لي هو صافي حتى الغدا. قال لي نوضي جيبيه دابا، بغيتك ديريه دابا. قال لي علاش كتسمحي في حقك؟ ماما جبت لها ديالها، وماما راه عندها الحرام كتعطيك انت شي حاجه. قلت ليه بالعمى. قال لي سيري جيبيه من عندها. قلت لي راني كنخاف نلقاها ناعسه ولا شي حاجه وما بغيتش نبرصها. قال لي غير سيري ماما ما كايناش في الدار. قلت لي فين كاينه؟ قال لي راه مشات عند اختي. واش ما في خبارك؟ قلت لي انا ما في خباريش، حيت داك النهار انا ما كنتش اصلا في الدار، كنت خارجه. ملي جيت كنا تعشينا على برا انا وياه، تلاقيت مع راجلي على برا تعشينا دخلنا ديريكت لبيتنا. صافي قلت لي انا ما عنديش الخبر واش كاينه ولا ما كايناش. قال لي راه ما كايناش، غير سيري جيبيه من البيت. هي كانت كتخلي بيتها محلول ما كتسدوش. مشيت كنقلب على البارفان ما لقيتوش. البارفانات ديالها كاملين كاينين وديالي والله ما كاين. بقيت كنقلب وانا نفتح واحد المجر ديال واحد الكوافوزه عندها، قلت ربما تكون خاشيه هنايا. ويا البنات شنو لقيت؟ اللي لقيتو غادي بورشكم. لقيت عكوسي عندها عضو ذكري ديال الرجال ديال البلاستيك ديال السيليكون. ناري خواتاتي ملي شفتو انا تخلعت، حتى بلي ديال بنادم داكشي هذاك غوته. تسمعني راجلي ملي جا كيجري قال لي مالكي شنو كاين؟ قلت له ودي ما كاين والو، دغيا سدي داك المجرى باش ما يشوفوش، حيت انا عارفه الا شاف ديك المسخ اكيد غادي يسرول مو، انا ما بغيتش يدير ليها المشاكل، حيت هي اصلا كتخاف منه كتموت منه بالخوف. ايوا هي هذيك البنات. قال لي مالك غوتيك لاباس؟ قلت ليه ما عرفتش، حسيت بحال شي حاجه دازت لي مع يدي، حساب لي شي حاجه تخلعت. بقيت كندخل ونخرج في الهضره. قال لي زيدي زيدي شي بحالك، جبتي البارفان ديالك؟ قلت له ما لقيتوش. قال لي قلبي قلبي مزيان. قلت ليه صافي صافي قلبت ما لقيتش، يلا تتكون ربما تكون خرجته معاها في ساكها. فعلا كانت خرجت معاها البارفان في الساك ديالها، السيده ما كتحطوش نهائيا. اي والله غد ليه جات، نط انايا وبالعاني نط داك الصباح حتى 12، راجلي مشى يخدم على راسو، نط انايا حتى 12.
عادي نط نكسله دخلت للكوزينه اش غادي نقول لكم وانا باغا نجبد غير صداعها ومع كنت حامله كنت غير على صبه يعني كنقلب لا غير منين نشدها المهم هي كانت كتغير مني بواحد الشكل ما نكذبش عليكم كانت كدير شي حركات اللي كيدخلوا فيها الشك كيدخلوا فيها الشك انها كتغير مني لدرجة انها كدوج الوقيتة اللي كنمشي ندوج كدوج كحلت تكحل لبست الاحمر لبست الاحمر لبست الصباط بيد لبست الصباط بيد اللي درتو انا كديرو هي تصوروا النهار اللي كندير انا الفولار حتى هي كديرها مع العلم انا كندير اغلب الاوقات كندير الفولار ديالي كندير حجابي واخا راجلي الصراحه كيقول لي انا ما عنديش مشكل المهم بقيت هكاك السيده قلت لكم دخلت للكوزينه حيت عندنا صاله مونجي كبيره في الكوزينه كناكلوا فيها تما كنحطوا الروبينه كامله هي قالت لي على سلامتك على لاله مولاتي داك الليله هذيك داك الصباح هذاك راجلي كان قال لامو كان قال ليها انا راني غادي نسافر غادي نمشي بحال والو ما غاديش نجي ايوا هي غير كتشوف ولدها مسافر صافي كتنوض معايا كطريان ايوا هي هذيك بقات عليا واش عندك خدامه وانت مالك على هاد الحاله وادي وادي وغير كتباتي لاله كيبات ولدي مخدفيك وكتنوضي هنايا كتكسلي عليا واش ما كتقنعوش واش ما كتشبعوش خليتها تا كملات قلت لها هي انا اللي كيباتي مخدفيه الراجل انا بعدا عندي الراجل كيمتقد فيا انت باش كتباتي تمخضي راسك قالت لي شو كتقولي قلت لها ما نعرف المهم اللي ما عنده سيدو عنده قالت لي شنو عنده قلت لها عنده السيليكون قالت لي شو كتقصدي بهضرتك قلت لها شوفي انت شنو كنقصد بهضرتي ولا بغيتي تتاكدي شنو كنقصد سيري للمجرو الفلاني غادي تلقاي داكشي اللي كنقصد غير قلت لها داك الهضره قالت لي شكون تطحرها انت شو كتقولي انت على فين شتي السيليكون قلت لها لا لا هو مولاتي مابقاش تبحطي عليا انت ديتي لي الريحه ديالي شهر وزياده وهي عندك وهرفتي عليها مشيت كنقلب على الريحه ديالي ولدك هو اللي ردني نمشي نقلب عليها قلت لها الحمد لله وشكره انا راه شت داك العجب غوت وراجلي جات لعندي قلت لها تصوري معايا ولدك شاف داك العجب قلت لي سكتي واش قلتي هالو ياك ما قلتي لي ياك ما شافو قلت لها الحمد لله وشكره حيت تقيت فيك الله قلت لها اما كنت طاح داك الشيء في يدك انا كنديرو راكي فضحتيني وراكي خرجتيني في الكراطن ديال التين قالت لي لا والله ما نقدر نديرها ولكن ما كنحركي عروسي وانت كتشوفي عمك راه حتى هو ما كيعطينيش الحقوق ديالي قلت لها ولا لا ما كيعطيكش حقوقك وكديري داك العجب وتجي انا تبقاي تقولي لي وتعاري فيا وتقولي لي كينخد فيك على انت كرهتي المخيط قالت لي ولد الحرام انت كتشوفي وديما سامح فيا وديما كيمشي عند الخنزات وقلت لها جامعه امي انت راسك وجمعي طرافك داكشي داك دايره تما في المجرو كنجا راجلك على فلوقه تما كي غادي يدير لك ماشي غادي يشوهك هو كيقلب لك على السبه باش تمشي تتزوج بوحده عندها 16 سنه قالت لي شكون هي اللي غادي تزوج بها ب 16 سنه مع العلم ان اختي داك الوقيته كانت في داك العمر هذاك قلت لها نوضي لاله تحركي وبارك من الفز اللي فيه الفز راه كيقفز ايوا ما خليت لها منين تشد السيده كنت كنهضر معاها بردت القهوه برد اتاي برد المسمن تسخنت ليا كلشي وحطاتو ليا قالت لي سيره بنتي راني فرشت لك الرضا وغطيتك بالرضا ما تقول والو لعمك فلان قلت لها لا لا كوني هاني خالتي فلانه امي لا لا ما نقول والو قالت لي والله يرضي عليك ايوا يا خواتاتي شديتها من الدبره لحد الان عقوسي كدير ليا بحال الماء القليل والله العظيم اللي كدير ليا بحال الماء القليل ولكن اخواتاتي بعض المرات كنقول انا نقول لراجلي هذا الشيء حيت عقوسي مسكينه محرومه بزاف زعما على الاقل يهضر مع باه يبقى يديها في مرتو كيمشي للحرم وكيخليها هي كتستعمل داك المصيبه شي نهار يمرضها ويدير فيها شي كارثه وهذه هي البنات قصتي وحكايتي وحبيت نشاركها معكم واللي لقيتو عند عقوسي في البلاكار ديالها والله يا البنات الا كيخلع عرفتوا داك الكوافوزه هذيك اللي لقيت فيها داك العجب والله الا فاش كنشوفها كغير من البعد كنبقى نترعد غير بوحدي كنشكرك اختي امينه بزاف بزاف ونتمنى ان شاء الله الله يهديها وما تبقاش دير داك المصيبه الكحله انا الحمد لله حاليا راني ولدت وليدي بخير وعلى خير اللهم لك الحمد اموري غاديه مزيان راجلي واخا كيف ما قلت لكم المشكله ديالو هو ان ممنوع من عن بتن انك تغب شي فوجو هذا هو المشكل اللي عندي معاه كنتمنى تنصحوني شنو نقدر ندير معاه حيت انا بعض المرات كنكون طالع ليا الدم كنبغي نبكي راكم عارفين الاكتئاب ما قبل الولاده وما بعد الولاده يعني هو يشوفك بغبشه صافي ما يشوفش فيك هذا هو المشكل الوحيد اللي عندي معاه شكرا لكم بزاف بزاف تحياتي لكم والسلام عليكم وكيف ما سمعنا كاملين كنشكرك اختي الشكر الجزيل الله يهديها مسكينه عكوسك الله يدير شي تاويل الخير صراحه قصه شيقه زوينه بزاف كنتمنى ان شاء الله البنات يسمعوها يبارطاجيوها شكرا لك اختي الكريمه البنات ما تنساوش قصص امينه من الدعم ديالكم قناه سمح حكايتي رقم 2 وكذلك قصي عبره بالنسبه للمشكل ديالك مع راجلك راه عنده الحق
ما تقبشيش في الوجه ديال راجلك، ولكن هو بعض المرات المرأة كتبغي تحط راسها على الراجل، ما تبقيش تشكي يعني بنية الشكوى وصافي، حاولي توصلي له المشكل اللي عندك غير بشوية وغير باللاتي هي أحسن، واختاري الوقت المناسب أنك تهضري معاه أو تشكي عليه. فاحنا العيالات بالفطرة فينا الشكاوي. كنشكرك بزاف بزاف، الله يهدي عقولك، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم.